انت دايما دايما في الامام اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بكم ويوم جديد حلو من ايام الاهلي. النهارده ان شاء الله بنحتفل مع حضراتكم بتوقيع عقد رعايه جديد للنادي الاهلي مع بنك ابو ظبي الاول مصر. عقد رعايه جديد مع بنك ابو ظبي الاول مصر ياكد ويدعم قيمه النادي الاهلي وليه النادي الاهلي دايما دايما في الامام. دي مشيئة وإرادة ربنا، هكذا قال فكري باشا أباظة، وهكذا غنى أبناء الأهلي عبر التاريخ، وهكذا يؤكد النادي الأهلي اليوم أنه دائما في الأمام. الأهلي في الأمام بقيمته، بمكانته، بمجلس إدارته، بجمهوره، بأعضائه، بكل الناس اللي بتشتغل وحريصة على أنه يفضل النادي الأهلي دايما في الأمام. مؤتمر النهاردة لتوقيع عقد رعاية بنك أبو ظبي مصر الأول للنادي الأهلي، أحد الرعاة اللي النادي بيحتفل بيهم ويحتفي بيهم ويقدمهم للرأي العام، وسعيد بهذه الشراكة وهذه العلاقة. النهاردة المؤتمر هيكون بحضور الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، والأستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، وعدد من السادة الحضور مجلس إدارة النادي وكبار الحضور، وعدد من الشخصيات الإعلامية. هنطلع الأول نشوف على أرض الحدث الزميل فاروق صلاح والزميلة سالة حامد، نشوف أجواء المؤتمر قبل بدايته. كل الشكر للاستاذ ابراهيم المنيسي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبرحب بالزميله العزيزه سالة حامد، ويعني يوم جديد وصفحه جديده من صفحات النادي الاهلي، وتوقيع عقد الرعايه ما بين النادي الاهلي والراعي والبنك الرئيسي للنادي الاهلي بنك ابو ظبي الاول مصر. سالة، اعتقد يوم مهم ولحظه من اللحظات المهمه. النادي الاهلي بيتميز في هذه الامور النهارده، توقيع عقد الرعايه ما بين النادي الاهلي والراعي والبنك الرئيسي بنك ابو ظبي الاول مصر، اعتقد يوم مهم جدا يا سلام. بالفعل يا فاروق، زي ما انت قلت، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بيك واكيد ارحب بالاستاذ ابراهيم وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. ويمكن زي ما انت قلت يا فاروق، يعني تاكيدا على كلامك، انه النهارده ان شاء الله طبعا توقيع العقود ما بين يعني بنك ابو ظبي الاول مصر وطبعا نادينا العظيم النادي الاهلي، ان شاء الله النهارده يعني التوقيع والمؤتمر الصحفي يكون على اعلى مستوى، يعني يليق ان شاء الله باسم النادي الاهلي زي ما انت قلت. بالفعل دايما النادي الاهلي متفرد في هذا الامر يا استاذ ابراهيم، يعني لما بنتكلم على العقود الرعايه، ويعني من ايام قليله بنحتفل بتوقيع عقد الرعايه ما بين النادي الاهلي واتصالات مصر، النهارده بيتقرر مع بنك ابو ظبي الاول مصر. ولما بنقول رعايه، هي ثقه وقيمه ومكانه النادي الاهلي وشعبيه وجماهيريه النادي الاهلي اللي بيتميز بيها ويتفرد بيها. الاستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك ابو ظبي الاول مصر، لما اتكلم ويتحدث في هذا الامر قال احنا بنبحث عن يعني توجيه كل الدعم للنادي الاهلي، وايضا استغلال شعبيه وجماهيريه النادي الاهلي. الرعايه مش مجرد ارقام، لا دي يعني زي ما نقول ثقه ونجاحات يا سلا، واعتقد بطولات مهمه جدا، تاريخ وقيمه ومكانه النادي الاهلي بتضع هذا الامر في المشهد اللي احنا بنشوفه، وجود بنك ابو ظبي انه يكون البنك الرئيسي للنادي الاهلي. بالتاكيد يا فاروق، زي ما انت قلت، يمكن طبعا بنك ابو ظبي يعني هو ثاني اكبر بنك في الشرق الاوسط، ويمكن طبعا من اكبر البنوك كمان في دوله الامارات العربيه المتحده. كمان خليني يا فاروق اوضح للساده المشاهدين البرنامج النهارده الخاص بالمؤتمر الصحفي في طبعا يعني توقيع العقود ما بين النادي الاهلي وبنك يعني ابو ظبي الاول مصر. يمكن خليني طبعا اقول انه في البدايه ان شاء الله البرنامج هيكون يعني مع كلمه للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وبعد كده ان شاء الله هيكون في كلمه للاستاذ محمد عباس فايد رئيس التنفيذي لبنك يعني ابو ظبي الاول مصر، وبعد كده ان شاء الله يعني اللحظه المنتظره اللي طبعا كلنا مستنيينها يا فاروق، اللي هي هتكون توقيع العقود ما بين يعني بنك ابو ظبي الاول مصر وطبعا يعني احد ممثلين لبنك ابو ظبي، واللي هتكون طبعا موجوده الاستاذه مريم السمني، وبالتاكيد ممثل النادي الاهلي وهو الدكتور التنفيذي للنادي الاهلي. كمان يعني خلينا نقول انه الحضور ان شاء الله النهارده يا فاروق هيكون طبعا اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، هيكون العدد ان شاء الله المفترض هيكون بالكامل، وايضا هيكون متواجد مستر مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الاهلي وبعض اللاعبين من الفريق الاول، وكمان يعني احد اللاعبين من يعني الفرق للالعاب الاخرى سواء كره السله او كره الطايره او طبعا كره اليد. ويمكن خليني برضه اقول للساده المشاهدين يا فاروق يعني انه قبل المؤتمر الصحفي يعني بعده ايام، يعني حوالي مثلا 4 ايام، كان في زياره يعني
دي او من وفد بنك ابو ظبي الاول لمصر للنادي الاهلي. وكان في الزياره دي كان متواجد يعني العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي، وايضا الاستاذ او المهندس خالد مرتجي امين الصندوق، وايضا الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي. ويمكن الزياره دي وزياره الوفد ده للنادي الاهلي كانت يعني اللي بيتكلموا عن تفاصيل طبعا عقود رعايه النادي الاهلي والمؤتمر الصحفي اليوم، ويمكن كمان الوقوف على كافه التفاصيل الرعايه والخطط المستقبليه الخاصه بالرعايه. يعني الزياره دي كانت متواجده او موجوده قبل المؤتمر الصحفي بعده ايام طبعا الحديث عن المؤتمر الصحفي اليوم. فيعني خلينا نطمن الساده المشاهدين ان شاء الله النهارده يا فاروق يعني المؤتمر الصحفي هيكون حاجه كبيره، يعني تنظيم على اعلى مستوى ان شاء الله يليق باسم وعظمه نادينا نادي الاهلي. بالفعل الزميله العزيزه سلا، وخلينا يعني انوه الامر مهم استاذ ابراهيم، هو الدور الكبير جدا اللي بتلعبه الشركه المتحده للتسويق الرياضي طبعا، والمهندس سيف الوزير رئيس مجلس اداره شركتي استادات الوطنيه وبرزنتيشن لايف والعضو المنتدب، دور كبير جدا. وليه اختيار بنك ابو ظبي؟ يعني هو رابع اكبر بنك اجنبي في مصر، بيتمتع بوجود اكثر من 70 فرع داخل جمهوريه مصر العربيه، بيتواجد في 5 قارات، القاره الافريقيه والقاره قارة أوروبا وأسيا وأيضا الأمريكتين، وهو مصنف من أحد أهم المؤسسات المالية على مستوى الشرق الأوسط. وخلينا وإحنا بنختم معاك يا أستاذ إبراهيم، ليه النادي الأهلي بيلجأ يعني يكون موجود بنك بحجم وقيمة بنك أبو ظبي يا سلا؟ النادي الأهلي بيحاول يعظم الموارد المالية للنادي الأهلي لمواجهة طبعا المصروفات وواجهة طبعا الالتزامات نحو الأنشطة الرياضية والبنية التحتية اللي النادي الأهلي بيسير فيها بخطى أكثر من رائعة طبعا في خطوط متوازية مع النهضة اللي بتشهدها الدولة المصرية. دي كانت كل التفاصيل كل الكواليس. الآن تعود الكلمة للزميل العزيز الأستاذ إبراهيم المنيسي. شكرا جزيلا فاروق صلاح وسلا حامد من المؤتمر، وزي ما قالوا المؤتمر النهاردة بحضور الكابتن محمود الخطيب والأستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر. والحقيقة مسألة توقيع النادي الأهلي عقد رعاية جديد ضمن 6 رعاة، احنا احتفلنا مع بعض الأسبوع اللي فات بتوقيع عقد اتصالات مصر الراعي الرئيسي للنادي الأهلي، وشفنا قد إيه الناس سعيدة جدا بالارتباط بالنادي الأهلي، وشفنا قيمة العقد في حد ذاته، وأيضا إن شركة تبقى هي الراعي للنادي الأهلي منذ سنوات وترجع تاخد حق الرعاية تاني بأضعاف ما كانت عليه. ده بيأكد على نجاح العلاقة. رقم 2 التميز العالي اللي فيه النادي الأهلي. النهاردة لما بتكلم على 6 رعاة، البنك الرئيسي بنك أبو ظبي الأول مصر يكون هو الراعي للنادي الأهلي. لما يقدم بنك إماراتي على الارتباط بالنادي الأهلي وعلى توثيق هذه العلاقة وهذه الشراكة، ده دليل جديد على ما يتمتع به النادي الأهلي من قيمة من مكانة من شعبية من تأثير. أنا بتكلم على 6 رعاة. مجلس إدارة النادي الحقيقة بذل مجهود كبير خلال الفترة اللي فاتت مع الشركة المتحدة المسوق الرئيسي للنادي الأهلي علشان يوصل لأفضل حقوق رعاية للنادي الأهلي تليق بالنادي الأهلي، تليق بقيمة النادي الأهلي، وتليق أيضا بشركاء النادي الأهلي، لأن هي دول فعلا شركاء مش رعاة. علاقة شراكة حقيقية، علاقة ناس بتقدم على الارتباط بالنادي الأهلي والتعاقد معاه بما ينمي اقتصادياتها هي كشركات كبيرة أو كبنك كبير، وأيضا بما يفيد النادي الأهلي في الوفاء بالتزاماته الكتيرة. امبارح كانت الجمعية العمومية للنادي الأهلي لم تنعقد، وعدم انعقادها ده في حد ذاته ثقة من الجمعية العمومية على كفاءة مجلس الإدارة وعلى عمل مجلس الإدارة وعلى مسيرة مجلس الإدارة، فبتفوضه بسلطاتها الكاملة في جدول أعمالها. التفويض ده مراسم الحضور امبارح في الجمعية العمومية في الصالة المغطاة، حضر 3900 وده عدم الاكتمال زي ما قلت لكم في حد ذاته تأكيد على استقرار النادي وعلى عمل المجلس وتفويض مجلس الإدارة في جدول الأعمال. لكن أنا بتكلم على لما يكون مطروح على الجمعية ميزانية هي الأضخم في تاريخ الرياضة المصرية، مش بس النادي، ربما حتى الأندية الأفريقية ما عندهاش ميزانيات بهذا الحجم أو حتى فائض بهذه القيمة، بس ده كله جاي من خلال ناس بتشتغل تحافظ على القيمة.
لما سمعنا النشيد العظيم الراحل فكري باشا أباظة من شيوخك اكتسبنا مجدنا. مجلس الإدارة اللي شغال جيل ورا جيل، أجيال بتسلم بعض، لكن بيبقى النادي الأهلي بتقاليده وبقيمه وبمبادئه بنظامه بثوابته هو المستمر مع اختلاف الأشخاص. النهاردة لما تكون في كل دورة كل عقد لكل 4 سنين القيمة التعاقدية للنادي الأهلي مع الرعاة تقريبا بتتضاعف بشكل كبير جدا. ده ليه؟ لأنه الناس عندها ثقة في النادي، شعبية النادي الأهلي بتتزايد على ضخامتها، تتويجات الأهلي اللي بتضعه في مصاف الأندية العالمية كان أكثر تتويجا بالبطولات، وشعبيته اللي ما في استفتاء وما في استفتاء جاد مش استفتاء ما في استفتاء وما في رصد للأرقام الحقيقية على الأرض في حجم الشعبية إلا لما تلاقي النادي الأهلي في مقدمة الأندية العالمية الكبيرة. هنروح تاني للمؤتمر الصحفي للزميل فاروق صلاح وسالة حامد عشان نشوف آخر أجواء، ومعانا كمان فريق عمل متكامل، معانا محمد توفيق وهنبو القاسم، 4 فراودة مهمين جدا على الأرض في المؤتمر. نشوف آخر الترتيبات في قاعة المؤتمر الصحفي. مساء الخير استاذ ابراهيم المنيسي، تحياتي لحضرتك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اسمح لي في البدايه ارحب بزميلتي العزيزه هنا ابو القاسم، برحب بيك يا هنا، ان شاء الله يكون يوم سعيد على كل جماهير النادي الاهلي وعلى كل الناس اللي بتشوفنا من كل مكان، وحفل توقيع الشراكه ما بين النادي الاهلي وبنك ابو ظبي الاول مصر ليكون شريك وراعي للنادي الاهلي والبنك الرسمي كمان للنادي الاهلي. استاذ ابراهيم، يعني كما وصفها النادي الاهلي هي خطوه ناجحه في اولويات الاستراتيجيه الجديده للنادي الاهلي لتسويق حقوق التسويق الخاصه به بالشراكه مع الكيانات الكبرى اللي تليق بالطبع باسم وتاريخ النادي الاهلي، خاصه في ظل التعاون والتنسيق المثمر مع الشركه المتحده للتسويق الرياضي. بالطبع النادي الاهلي بيسعى من خلال هذه الشراكه استاذ ابراهيم لتعظيم موارده الماليه، خاصه لمواجهه الانفاق المتزايد سواء على انشطه النادي المختلفه او كمان فرقه الرياضيه، وبالطبع البنيه التحتيه اللي دايما كل يوم بنشوف ثمارها يا هنا. كمان بنك ابو ظبي الاول مصر يعني سعى لشراكه النادي الاهلي ليستثمر النجاح اللي حققه في السنوات الماضيه لتحقيق او الوصول لقاعده جماهيريه عريضه جدا وهي النادي الاهلي وعملاء النادي الاهلي في كل مكان. هنا يمكن حفل كبير، حفل يليق بقيمه ومكانه النادي الاهلي، عرفينا بقى وعرف كل المشاهدين الحفل النهارده ان شاء الله هيكون فيه. اكيد طبعا، برحب بيك في البدايه توفيق، برحب بحضرتك يا استاذ ابراهيم وبكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وبننقل ليكوا حفل توقيع الشراكه بين النادي الاهلي اشهر واعظم نادي في مصر وافريقيا والشرق الاوسط وطبعا بنك ابو ظبي الاول مصر. يعني سعداء جدا الحقيقه، التنظيم على اعلى مستوى وبيليق بالحقيقه 200 كبار في مصر سواء النادي الاهلي او بنك ابو ظبي الاول مصر. كمان بقى خليني اقول لكم انه زي ما قال كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، طبعا ان اسم النادي الاهلي اسم كبير وبيجذب كبار المستثمرين، وده طبعا على ارض الواقع بنشوفه ان النادي الاهلي بيقدم نموذج للكره والرياضه المصريه. يعني الحقيقه كلنا فخورين لانتمائنا لهذا الكيان العظيم. كمان بقى خلوني اكلمكم عن برنامج الحفل اليوم، وطبعا في البدايه هيبدا البرنامج بالسلام الوطني، وبعد كده هتكون الكلمة الرئيسية للنادي الأهلي هيلقيها كابتن محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية ورئيس النادي الأهلي، وبعد كده هينقل الكلمة الرئيسية لبنك أبو ظبي الأول مصر أستاذ محمد فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بعد كده هيكون في التوقيع الرسمي اللي كلنا طبعا منتظرونه هيكون من دكتور سعد شلبي وكمان أستاذة مريم السمني رئيس الخدمات المصرفية لبنك أبو ظبي الأول مصر، وبعد كده بقى في الختام هيكون في فقرة كاملة هيكون في أسئلة من زملائنا الصحفيين وهيرد عليها دكتور سعد شلبي. يعني الحقيقة برنامج مليء كالعادة، كلنا منتظرينه، شراكة عظيمة بتليق باسم النادي الأهلي وبنك أبو ظبي الأول مصر. يعني الأجواء مميزة جدا يا توفيق، ادينا بقى مزيد من التفاصيل. بالطبع يعني يا هنا، بالطبع أستاذ إبراهيم، شراكة مميزة جدا سعى ليها بنك أبو ظبي الأول مصر مع النادي الأهلي، زي ما هنا قالت الكلام اللي قاله كابتن محمود الخطيب، اسم النادي الأهلي كبير قوي وجاذب ويحسب للكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته. إن كان كابتن محمود الخطيب دخل نادي المئة بأهدافه، فهو ومجلس إدارته دخلوا نادي المليار
بعقد رعاية غير مسبوق في مصر يا هنا، يليق باسم وتاريخ ومكانة النادي الأهلي اللي دائما وأبدا هو رقم واحد سواء في مصر أو أفريقيا أو الوطن العربي والشرق الأوسط. لكن طبعا أستاذ إبراهيم زي ما اتكلمنا، النادي الأهلي استثمارات عديدة سواء في الأنشطة المختلفة بفروع المختلفة، نادي بيمتلك 4 فروع، النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة، مدينة نصر، الشيخ زايد، بيتم فيهم يعني زي ما نقول مجهود أكثر من رائع وتحديثات بشكل كبير جدا. كمان بننتظر خلال الأيام القادمة افتتاح فرعنا الرابع بإذن الله في التجمع الخامس، وكمان ما ننساش هنا ان عندنا كمان فرع في الأقصر خارج القاهرة كمان. كل دي مصروفات كان لازم النادي الأهلي يسعى ومجلس إدارته لتعظيم المداخيل أو الإيرادات للنادي الأهلي، وده إن شاء الله بيتحقق من خلال أكبر عقد رعاية يحسب لمجلس إدارة النادي الأهلي ويحسب لكابتن محمود خطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، ويحسب كمان يا هنا لجماهير النادي الأهلي، الجماهير الأولى في مصر والوطن العربي. يعني أجواء مميزة، حفل مميز، حضور كمان مميز يليق بتاريخ ومكانة النادي الأهلي. بنك أبو ظبي اللي هو أول مصر كل مجلس إدارته هيكون حاضر بالطبع الحفل، كمان من جانب النادي الاهلي كابتن محمود خطيب رئيس مجلس الاداره ومجلس الاداره بالكامل موجودين، وان شاء الله نستمتع من خلال قناه النادي الاهلي ببث حصري لوقائع الحفل. يعني بنك ابو ظبي اكيد من كل اللي قلناه ده هنا اكيد عاوز كمان يستثمر شعبيه النادي الاهلي، يعني كلمينا اكتر كمان على بنك ابو ظبي الاول مصر. كمان خليني اقول لك يا توفيق انه اكيد هيكون في حضور لعدد من نجوم النادي الاهلي، واكيد زملائنا الصحفيين هيكونوا متواجدين في القاعه، يعني حدث طبعا بينتظره العديد من عشاق الكره والرياضه المصريه هيكونوا متواجدين معانا. كمان بقى خليني اقول لكم طبعا ان بنك ابو ظبي الاول مصر بيسعى للتوسعات والتطور زي ما انت قلت، واكيد مش هيلاقي شعبيه اكبر من شعبيه النادي الاهلي داخل مصر. يعني هو احد الاربع بنوك الكبار في مصر، عنده اكثر من 69 فرع، طبعا بيطمح في المزيد، فاكيد ما فيش افضل واعظم من النادي الاهلي عشان يستثمر فيه. يعني الحقيقه حدث مميز جدا وعظيم، وهو ده النادي الاهلي، نادي كبير دايما بيقدم نموذج يحتذى به دايما في الرياده وفي المقدمه، وزي ما قلت نموذج بيحتذى به جميع الانديه المصريه، ومش بس في مصر، لا كمان في الشرق الاوسط وافريقيا. يعني هنكون معاكم زي ما قال زميلي توفيق، هيكون معانا طبعا لقاءات حصريه على شاشه قناه النادي الاهلي، وهننقل لكم الحدث لحظه بلحظه زي ما عودناكم دايما. يعني اجواء الحقيقه اكثر من رائعه ومميزه جدا. بالطبع هنا بالطبع استاذ ابراهيم، الكبير دايما ما يجذب الكبار، والنادي الاهلي بقيمته وتاريخه وعراقته اكيد هيكون في شراكه مع كل الكيانات الكبيره، وحفل توقيع عقد شراكة ما بين النادي الأهلي وبنك أبو ظبي الأول مصر ليكون راعي للنادي الأهلي وبنك رسمي. كل التوفيق للنادي الأهلي، ودائما يبقى النادي الأهلي في المقدمة. كلمة لكم أستاذ إبراهيم، اتفضل. شكرا جزيلا لمحمد توفيق وهنا أبو القاسم، والحقيقة أجواء رائعة جدا داخل قاعة المؤتمر الصحفي انتظارا لتوقيع عقد رعاية الأهلي مع بنك أبو ظبي الأول مصر، عقد رعاية وعقد شراكة بين كبيرين. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل 2 ايضا من ضيوفنا ونقادنا الرياضيين الكبار، الاستاذ محمد القوصي والاستاذ عمر البنوبي، للحديث كثيرا عن قيمه الرعايه، اجواء النادي الاهلي، وما يحققه الاهلي من خبطات كبيره. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وهذه التغطيه الخاصه لوقائع المؤتمر الصحفي في توقيع النادي الاهلي عقد رعايه مع بنك ابو ظبي الاول مصر. بنك أبو ظبي الأول مصر رابع البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عددها عنده 69 فرع في مختلف أنحاء الجمهورية، وبيحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين. أبو ظبي الأول مصر بيحرص على تعزيز النجاحات في مختلف المجالات العملية والاجتماعية، تنعكس جهود البنك في مساندة كافة القطاعات من خلال شعاره النجاح بيبني نجاح. عشان كده كان لابد في هذه التغطية الخاصة يكون معنا 2 من نقادنا الرياضيين الكبار المتميزين. الأستاذ محمد القوصي، صباح الفل عليك. يا صباح الفل يا أستاذ إبراهيم، تحياتي ليك ولكل عشاق النادي الأهلي وجمهوره في كل مكان. منور ومروق، ربنا يخليك يا حبيبي، دايما منور. والأستاذ عمر البنوبي، السهم الصحفي المنطلق، أهلا بك يا أستاذ عمر. أهلا بحضرتك يا أستاذ إبراهيم، وسعيد بوجودي على شاشة قناة النادي الأهلي ومع حضرتك ومع أستاذ محمد القوصي كمان. أجواء مهمة جدا، ده العقد الثاني، النادي الأهلي الأسبوع اللي فات احتفينا بتوقيع عقد اتصالات مصر، والنهاردة البنك الرئيسي للنادي الأهلي. فكرة الرعاية يا أستاذ محمد شايفها إزاي؟ فكرة الرعاية بترتبط بإني أنا عايز أوصل للناس، فبدور لحد يوصلني للناس، كويس، ينقلني للناس، كويس. مين اللي اكتر حد بيوصل للناس؟ فانا بروح له، بسيطه جدا يعني. ف
فتيشيرت النادي الاهلي الاكثر وصولا للجمهور، الاكثر متابعه، الاكثر شعبيه، الاكثر استقرارا، فبروح للمكان ده عشان اقدر اوصل واوصل فكرتي واوصل اسمي. احنا لازم نتكلم في اتنين من الرعاه العظام زي اتصالات مصر وبنك ابو ظبي الاول، الحقيقه حاجه كبيره جدا وقيمه كبيره جدا بترتبط بقيمه عظيمه جدا هي النادي الاهلي عشان تقدر توصل للناس، توصل للجمهور في داخل مصر وبره مصر. هنيئا للرعاه بالنادي الاهلي لانهم دايما بيدوروا على حاجه تاخدهم زي القطر اللي بيجرهم يوصلهم للمكان اللي هم عايزين يروحوه. شايف النادي الاهلي يستحق ده من قيمته، جمهوره، اعضائه، استقراره، مجلس ادارته، رموزه، تاريخه. تاريخه في الرعايه، يعني لو بصيت لتاريخ النادي الاهلي في الرعايه هو اول رعايه ظهرت كانت على قميص النادي الاهلي في البدايات، وهو اللي جر موضوع الرعايه في مصر كلها، هو اللي بيفرض نظر الرعايه، لكنه ما زال الاهلي بيحلق في منطقه خاصه به، سماء خاصه به، برعايته خاصه، بقيمته الماليه، بقدراته، بكل ما يملكه من امكانيات وقدرات وجمهور. شايف ان الجزء الاساسي في موضوع الرعايه ده هو جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي هو بيفرض ده، الناس بتجري انا عايز اوصل للجمهور، الجمهور تبع مين؟ تبع النادي الاهلي، فاوصل للجمهور ده عن طريق النادي الاهلي، وبالتالي شراكه الاهلي يستفيد وهم يستفيدوا، لكن اعتقد ان من يرتبط باسم النادي الاهلي هو المستفيد الاكبر والكسبان الحقيقي، هو اللي دايما بيجني ثمار كبيره جدا، ولولا انه يجني ثمار ما كان جري خلف اسم النادي الاهلي الكبير. يعني عمر المرتبط بالاهلي كسبان زي ما لخص القوصي، انت شايف أهمية الشعبية والجماهيرية للنادي في حجم الرعاية ازاي؟ لا بالتأكيد، اولا مبروك للنادي الاهلي توقيع تاني عقود رعاة التيشيرت او النادي عموما في فريق الكرة. اعتقد ان الارقام هي الدليل في كل شيء هنتكلم عنه، يعني مثلا ان طول الفترة اللي فاتت المثار وليه الاهلي هو الاعلى في قيمة عقود الرعاية بتاعته، لانه كل استطلاعات الراي الشركات المتخصصه في الاقتصاديات الرياضه او في استطلاعات الراي الخاصه بالرياضه لما عملت الاستطلاعات بتاعتها فلقت انه تقريبا يعني اكتر من شركه او الشركات دي ما بين اجنبيه وما بين محليه انه شعبيه النادي الاهلي مقارنه بشعبيه الانديه الاخرى على ارض الواقع 80-20، احيانا تبقى 79% ل21 لباقي الانديه، وبالتالي الارقام هنا هي اللي بتتحكم في قيمه مداخيل الرعايه للانديه كلها. أي. فبالتالي الاهلي هو له نصيب الاسد في الرعايه، وده مش شيء غريب، ولا هو مثلا نوع من انواع الهيمنه للنادي الاهلي على السوق، لا هو نوع من انواع نجاح اداره النادي الاهلي في تعظيم المنتج بتاعها. المنتج بتاعي اللي هو ايه؟ اللي هو فريق النادي الاهلي لكره القدم اللي شعبيته جوه مصر وبره مصر كبيره جدا، وبالتالي انا لما بعمل شراكه حتى بقيه الالعاب وبقيه الالعاب طبعا، لانه انا بقيه الالعاب انا متصدر كل البطولات، انا رقم واحد فيها، انا صاحب رقم القياسي في كل البطولات في كل اللعبات سواء فرديه كمان او جماعيه، وانا اكتر نادي بصدر لاعبين وابطال للمنتخبات الوطنيه، يعني حتى اللاعبين بتوع النادي الاهلي هم متواجدين على المستويات الدوليه في كل شيء، فده جزء برضو من ملف الرعايه. لكن هو الاهم في الارقام دي انه اي معلن او اي شركه كبيره خصوصا في مرحله، يعني في نوع من انواع الذكاء عند النادي الاهلي وعند طبعا الشركه المتحده كمسوق حصري لحقوق رعايته في المرحله اللي احنا فيها في اختيار الرعاه في عملية التفاوض، لأنه لما بيكون مثلا في راعي هو بيعمل عملية ري براندنج لنفسه في مصر مثلا، اتصالات مثلا عامل شعار جديد لنفسه مغير اللون، هنا بيحتاج أنه يكون مع يعني أو يوقع عقود رعاية مع الكيان الأكبر والأشهر في الرياضة وتأثيرا ووصولا للجمهور، لأنه هنا محتاج أن الجمهور يعرف اللوجو بتاعه الجديد شكله إيه، محتاج أنه يثبت اسمه عند الجمهور عموما، فهنا بيكون التفضيل طبعا للنادي الأهلي، وبالتالي الأرقام الكبيرة هي نتاج يعني لمجموعة عمل متصلة ببعضها داخل النادي الأهلي ما بين نجاحات فريق الكورة، ان انا بجيب جهاز فني مستقر، بجيب مدرب كبير، عندي جهاز اداري مستقر جوه فريق الكوره، عندي مجلس اداره مستقر، جمعيه عموميه بتثق فيا زي ما شفنا خلال الساعات الماضيه، مع انه انا عندي شعبيتي محافظ عليها. في دراسات كتير بتتعمل بالمناسبه ودي بيعملها النادي الاهلي من زمان فيما يخص انت التيشيرت بتاعك بيظهر على الشاشه مده قد ايه في كل مباراه، محسوبه بالثانيه، علشان المعلن لما هيحط اعلانه على التيشيرت بتاع النادي الاهلي هو عارف انه في كل مباراه هيظهر قدام الناس لمدة قد كذا،
الارقام دي كلها وفي تفاصيل تانية معقده اكتر هي اللي بتحسم ارقام عقود الرعايه، وبالتالي من كل المعطيات اللي اتكلمنا فيها انه يستحق النادي الاهلي الرقم اللي بياخده ويستحق اكثر منه كمان، وخصوصا انه في انا شايف في تقديري يعني انه بنك ابو ظبي النهارده قبل كده اتصالات، اعتقد انه اختيارات الرعاه تمت بحرص شديد وبذكاء شديد من النادي الاهلي ومن الشركه المتحده. ده كلام مهم جدا عمر. في تلخيص اوصي انه المساله ليها علاقه بنادي عنده هذه الشعبيه وهذه القيمه وشريك عايز يوصل للعملاء في اقصر الطرق. هنا حجم النجاح الرياضي للنادي الاهلي ايه مدى تاثيره في حجم الشعبيه وجذب الرعاه؟ بالطبع وانت مش سهل ان يكون لك شعبيه الا اذا كان ليك انجازات بطولات. وليك بطولات الشعبيه بترتبط بالبطولات. أيوه. دايما الجمهور او الشعب او الناس بتجري خلف الفريق اللي عنده بطولات، يعني انا بنتمي لهذا المكان بنتمي لهذا الكيان، والاهلي عمل ده على مدار التاريخ. انا بتكلم من 1907 رسخ ده جوه الناس وجوه اجيال وجوه شباب من كبار وشيوخ واطفال وكل الاعمار وكل الاعمار السنيه. ده خلى النادي الاهلي عنده الانجازات الكبيره دي، عمله الشعبيه الضخمه دي وحافظ على الانجازات وحافظ على الشعبيه وزود الشعبيه، وبالتالي ظلت قيمته كبيره جدا سواء قيمته الادبيه او قيمته المعنويه او قيمته الماديه، ده موجوده في السوق. لذلك انت بتجد ان الرعاه هم من يجرون خلف الاهلي اكثر من الاهلي بيجري وراهم، يعني مسوق نفسه بالظبط. الاهلي مسوق نفسه يعني في الاهلي بياع يعني انت بتحط اي حاجه عليه بتبيع انت اللي هتستفيد. اصل في مقوله بيقول لك راس المال جبان بيخاف يعني ان هو يحطه في اي حاجه وبيحسبها بيحسب خطوته طبعاً. بالورقه وبالقلم وبالسنتي. ويمكن عمر قال حتى انت بتظهر قد ايه على الشاشه هو بيحسب ده بيعبر عن قيمه النادي الاهلي، وده اللي بيشتغل عليه النادي الاهلي. الاهلي لما بيجيب لك جهاز فني وبيغير وبيجيب مدربين وبيجيب لاعبين مش بيجيب ده، بيجيب ده عشان بيعلم من قيمته بيعلم من قدره وفي نفس الوقت بيحافظ على انجازاته بيحافظ على تاريخه بيحافظ على بطولاته بيحافظ على كل مدخلاته من كل الاتجاهات. فطبعا ده النادي الاهلي طول عمره وده النادي الاهلي قيمته اللي مستمره معانا اللي دايما جيل ورا جيل بيحافظ عليها، مجلس اداره ولا مجلس اداره بيحافظ عليها وبيعلي فيها وبيحافظ على البطولات بشكل اساسي. لذلك لما الاهلي بيبعد عن البطولات تلاقي ادارته بتجري سريعا عشان ترجع البطولات، تجيب جهاز فني يعمل لك كره قدم محترمه يعمل لك سيطره كامله على كره القدم لدرجه ان الاستحواذ اهو بيجيب لك مداخيل ماليه حتى في فدي قيمه البطولات وقيمه الانجازات اللي بتعمل شعبيه وتعمل للجماهيريه، وبالتالي الرعاه اللي بترجم لقيم وارقام ماليه كبيره جدا يعني لا يقدر عليها ولا يجذبها ولا يجلبها الا النادي الاهلي. اذا هي البطولات بتنمي الشعبيه والشعبيه مع البطولات جاذبه للرعايه. بس كمان يمكن لفت نظرنا الاسبوع اللي فات واحنا بنمضي عقد اتصالات مصر، المهندس حازم متولي رئيس اتصالات مصر قال جملة عبقرية جدا، قال إن احنا مع النادي الأهلي ده توافق في القيمة، إنك أنت الناس مش فاهمة إنك أنت لما تحافظ على الإيمج أو الصورة الذهنية بتاعتك كنادي بكل الاحترام وبكل التقدير وبكل الرصانة وبكل الوقار في النهاية هذه القيم الأدبية الأخلاقية بتتحول لفلوس، لأنه الزبون هيرتبط بحد محترم، هيرتبط بسوق منضبط، هيرتبط بمنظومة عمل منضبطة شوية بتحمل صورة هذه العلاقة. يعني ده بالتأكيد موجود في كل دول العالم مش بس برضو في مصر، يعني احنا في مصر عندنا الحالة العامة لكرة القدم يعني بيبقى فيها بعض المناوشات، لكن في النهاية دلوقتي لما بيكون في معلن حابب يعمل عقد رعاية مع أحد الأندية أو مع أحد الفرق الرياضية بيكون هدفه رقم واحد إنه العقد ده بيكون كل ما بيكون طويل الامد كل ما المعلن بيبقى عنده اكثر ارتياحا. حته طويل الامد عقد طويل الامد سواء سنتين ثلاثه اربعه ايا كانت المده ده مش بيتوفر الا لما يكون بيعمل العقد ده مع نادي مستقر مع كيان عنده نوع من انواع الهدوء في شغله، ما عندوش اي ازمات، ما بيبقاش عنده اي نوع من انواع المناوشات الاعلاميه مثلا، مش هيعرضه في وقت من الاوقات انه يكون عنده صوره سلبيه عنه. ولذلك كلمه الكابتن محمود الخطيب في المؤتمر اللي فات كانت رائعه جدا، انه قال انه الاهلي حاليا جاذب للاستثمارات الكبرى وهو ده نوع من انواع الرؤيه الاقتصاديه الجيده، لانه انت عندك تكاليف كبيره
اللي هتصرفها طول الموسم مش بس على كرة القدم، على النادي وعلى مختلف اللعبات. فانت محتاج ان انت تجاري المصاريف بتاعتك دي والتطلعات الكبيرة اللي عندك في التوسع، بتعمل فروع جديدة طول الوقت، بتشتغل على ان انت تعظم من قيمة النادي الاهلي ككيان متكامل اقتصاديا ورياضيا واجتماعيا وثقافيا. الجزء ده كله هو اللي بيديك الاستقرار اللي من خلاله بتفضل شركة زي مثلا اتصالات مصر، زي بنك ابو ظبي، زي باقي الرعاة اللي هيكونوا موجودين مع النادي الاهلي، ان هو يتعاقد وهو مطمئن مع كيان هو عارف انه في الفترة اللي هو متعاقد فيها بيجني اكبر مكاسب، وهي منفعة متبادلة ما بين النادي وما بين الراعي، لانه الاهلي يهمه جدا نجاح الرعاة بتوعه زي ما الرعاة بيهمهم ان الاهلي يواصل البطولات. وين وين سيتويشن بالظبط زي ما حضرتك قلت، وده هو اللي بيدور عليه اي راعي في العالم. مش هتلاقي راعي هيروح لنادي عنده مشكله اداريه. مشكله اداريه ما اقصدش انه نادي اتحط في مشكله اداريه بالغلط او بالصدفه او لظروف السوق او ايا كان، لا، لكن مشكله حتى في سوء الاداره او في سوء الصوره الذهنيه عن ادارتك مش تقدر تجيب عود راعي. هو حد يمس الايمج نفسه بالظبط. طيب، هذه الاجواء من الاستقرار ومن القيم التسويقيه العاليه اوصي يمكن بتترجم لثقة الجمعية العمومية. امبارح شفنا الجمعية العمومية للنادي الأهلي لا تكتمل وتفوض مجلس الإدارة في جدول الأعمال. عدم اكتمال الجمعية امبارح دلالتها عندك إيه؟ الجمعية العمومية هي بتكمل الصورة، هي النادي الأهلي، هي اللي بتجيب إدارة النادي الأهلي، هي اللي بتجيب إدارة مستقرة، هي اللي بتختار الأشخاص اللي بيتحكموا في شكل الأهلي في الأربع سنوات اللي موجودين، هي اللي بتختار النوعية، اللي بتختار الرموز، بتختار القيادات، بتختار النوعيات تقدر تحقق اهداف النادي الاهلي. فهي بتلعب دور فاعل، هي اللي بتمثل الملايين اللي موجودين، 80% النسبه اللي موجوده في الشارع هي اللي دول اللي بيمثلوهم، لان بيختاروا الاداره اللي هي بتاخد القرارات اللي بتحرك كل حاجه في السوق وفي الرياضه، وبتمثل مستقبل النادي الاهلي. في الغالب عدم اكتمال الجمعيات العموميه العاديه اللي هي ما بين الانتخابات دايما بتكون تاكيدا للثقه في مجلس الاداره، بتكون تدعيما لمجلس الاداره، انا واثق فيك وباكد عليك وبديك حتى صلاحياتي انا بديها لك. فده حاجه فيها تقدير كبير جدا للكابتن محمود الخطيب والمجلس ادارته. الحقيقه على مدار اليومين اللي شفنا فيهم كان موعد عقد الجمعيه العموميه 28 و29 لم يسجل سوى 3972 صوتا. اعتقد رسالة جديدة جدا للكابتن محمود الخطيب ودعم جديد جدا للكابتن محمود الخطيب انه يستمروا في طريقهم ويحققوا الاهداف ويحققوا الانجازات، وعليهم ان يقوموا بدور الجمعية العمومية خلال المرحلة القادمة ويتخذوا كل ما يرونه من قرارات تصب في مصلحة النادي الاهلي، لاني خلاص انا وثقت فيك وثقت في ادارتك للنادي، فمش هتاخد اي قرار الا في 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 في, في مصلحة النادي الاهلي. دايما كل القرارات موجودة، وشفنا ده على مدار من تسلم مجلس الادارة المهمة حتى الان كل القرارات. ولعل من ابرز الحاجات اللي عملها من وجهه نظري كانت اللائحه بتاعت النظام الاساسي النادي الاهلي، اللي النادي الاهلي عمل فيها نموذج فريد جدا بيعبر عن القيمه الكبيره للنادي الاهلي، وبيعبر عن احترام النادي الاهلي لجماهيره، وبيعبر عن احترام النادي الاهلي لاعضائه، وبيعبر عن احترام الاهلي لقيادته ورموزه لما عمل لائحه توافقيه واشرك فيها كل الاطراف، واشرك فيها حتى اطراف المجتمع اللي ما لهمش دخل بالنادي الاهلي، عمل لها حوار مجتمعي، وده ما حصلش في اي نادي على الاطلاق. صحيح. يعني مش ده مش كلام خاص بالاهلي، ده واقع وحصل وكان موجود. فمن هنا الثقه بتيجي ومن هنا التقدير بيجي. لما بعمل رعايه ادي الاعضاء شايفين والجماهير شايفه، واحده من اهم شركات الاتصالات في المنطقه بتجيبها وبتيجي وبتجري وتسعى خلفك، ده ثقتك في النادي الاهلي وتقديرك في النادي الاهلي. تاكيدا على كلام عمر، الاستقرار اللي موجود ان اي حد موجود في اداره النادي الاهلي هيلتزم بالعقود، هيلتزم بالعقود بالكلمه بالاتفاقات، ان محدش في لحظه ممكن يلغي لك العقد بتاعك او يتطول عليك، كل الحاجات دي مهمه جدا ومؤثره عند الرعاه. ده النادي الاهلي ودي قيمته وده اعضائه ودي جمعيه عمومته اللي بتختار اشخاص لديهم المقدره على يعني كتابه تاريخ جديد للنادي الاهلي في كل مرحله. ده كلام مهم جدا يا جماعه، لانه الحقيقه يمكن الاوصي اشار لنقطه، الناس في حساب عدد البطولات والانجازات اللي بتتحقق ما بياخدوش بالهم انه مجلس اداره الكابتن محمود الخطيب عند انتخابه في الدوره اللي فاتت كانت اول حاجه يعملها ويحرص عليها وضع لائحه النظام الاساسي للنادي. المساله دي مش سهله ابدا، لانه لولا ان انت امتلكت دستور قوي للنادي، لولا ان انت امتلكت بنيه تشريعيه قويه جدا ومنضبطه للنادي، ما كنتش هتقدر تبني عليها ولا هتقدر تتحرك بقوه قانونيه.
أنا النهاردة لما بتكلم على أي إجراء داخل النادي ومقراته أو داخل حتى علاقاته مع كل الأطراف أو الشركات اللي مجلس الإدارة أنشأها تباعاً، كل ده ما كانش ممكن يتحقق لولا أن أنت امتلكت بنية تشريعية قوية جداً بتتمثل في لائحة النظام الأساسي اللي بتشمل كل حاجة. ده دستور النادي الأهلي. تيجي تنشئ شركة لكرة القدم، تيجي تعمل أي نشاط، تيجي ترتبط مع رعاة، تيجي تحرك أي مشكلة، تيجي تحاسب أي عضو، أي حد يتجاوز، الشؤون القانونية هي اللي تحاسبه وتحيله لمجلس الإدارة أو للجمعية العمومية. كل هذه المسائل أنت مش هتنجح على الأرض ومش هتجذب أعضاء أو رعاة بالقيمة اللي النهاردة بنحتفل مع عقد منهم زي عقد بنك أبو ظبي الأول لولا أن أنت فرضت مناخ استقرار حقيقي، فرضت حالة ضبط العمل الإداري داخل النادي، وده ما كانش ينفع يا عمر إلا من خلال لائحة نظام قوية ومنضبطة. اعتقد انه يعني زي ما الاستاذ محمد القوصي قال وحضرتك استعرضت دلوقتي ورجعتنا لذكريات الدوره الاولى لمجلس الكابتن محمود الخطيب، الحقيقه حاله الحوار المجتمعي اللي تمت قبل كمان اعتماد اللائحه اعتقد ان هي اكبر دليل على حاله الاحترام الكبيره من مجلس اداره النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب لاعضاء الجمعيه العموميه. صحيح انه كل عضو شارك وكل عضو كان عنده تعليق قدر انه يبعته على الايميل، انا فاكر كان في فورم على الايميل واتبعتت، ولما اعضاء الجمعيه العموميه بيشعروا ان هم اللي اداروا عمليه التشكيل او تاسيس او انشاء او كتابه الدستور للنادي الاهلي، وانه يكون كل عضو عارف حتى طلبات الاعضاء نفسها، لان كل نادي له طبيعه خاصه، كل جمعيه عموميه ولها طبيعه خاصه، طبيعة مشاكلها، طبيعة تعليقاتها، احتياجاتها جوه النادي شكلها عامل ازاي. اعتقد انه ده اول ما يعني اول خطوة بنت جسور الثقة ما بين الكابتن محمود الخطيب. طبعا الكابتن محمود الخطيب بتاريخه مع النادي الاهلي هو يعني خارج التقييم، انا بشوفها كده. يعني احنا بنتكلم برضو عن فكرة الاساطير، بما ان كلمة الاساطير دي بتزعل ناس كتير لكن هي دي حقيقة، انه اساطير النادي الاهلي لهم مكانة خاصة عند الجمهور اللي الجمعية العمومية كمان جزء من الجمهور. فبالتالي علاقة الحب والاحترام المتبادل ما بين كابتن محمود الخطيب والجمعية العمومية هي اوريدي موجودة، لكن بناء جسور الثقة ما بين مجلس الإدارة كمجموعة عمل وما بين الجمعية العمومية هي بدأت بعملية صياغة لائحة النظام الأساسي اللي تمت في الدورة الأولى. من هنا بيبقى عند أعضاء الجمعية العمومية نوع من أنواع الهدوء في التعامل مع كل ما يخص ملفات النادي. العضو بيبقى عارف انه مشارك في كل اللي بيحصل، مش بس مجلس الاداره، هو انتخب مجلس الاداره ليمثله في اداره النادي ومنحه الثقه دي، وبالتالي هو بيتابع اللي بيحصل بنوع من انواع الهدوء. انا مش كل يوم عندي مشكله ولا كل يوم بدور في محكمه ولا عندي مثلا مشاكل في ملفات معينه جوه النادي، بالعكس انا عندي مجلس اداره بيشتغل لصالح النادي بهدوء، كل حاجه معلنه، مفيش حاجه مستخبيه، مفيش حاجه بره الاطار القانوني المتعارف عليه في اداره اي مؤسسه مش بس النادي الاهلي. فجوه النادي الاهلي الامور بتسير في هدوء، ومن هنا بتيجي ثقه عضو الجمعيه العموميه اللي زي ما شفنا امبارح فوض مجلس الاداره فيما يخص المرحلة اللي جاية بعد الجمعية العمومية يعني، والقرارات اللي هياخدها فيما يخص الميزانية وكل شيء. وده برضو بيعزز الصورة الذهنية للنادي الأهلي عند مش بس الرعاة، عند كل الناس، عند الإعلام، عند الصحافة، عند المؤسسات اللي هتتعاون مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاية، لأنه النادي الأهلي مش بس مؤسسة رياضية، اجتماعية وثقافية وكيان كبير وبيتوسع. صحيح. التوسع ده بيتم بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الجهات والشركات والكيانات الوطنية اللي موجودة في الوقت الحالي واللي بتساعد النادي الأهلي أنه يكمل مهمته. صورة النادي الأهلي حتى عند وزارة الشباب والرياضة والتعاون ما بين الأهلي ووزارة الشباب والرياضة في ملفات كتير، ما أعتقدش أنه الوزارة دايما بتفضل أنه يكون الأندية أو الكيانات الرياضية اللي هي بتتعامل معها أنها بتصدر لها مشاكل طول الوقت. إحنا بنتكلم عن نموذج النادي الأهلي اللي دايما بيصدر أن أنا عندي نجاحات، والنجاحات دي بتنعكس على كل المنظومة الرياضية. يعني النادي الأهلي هو إضافة للمنظومة الرياضية كلها، حتى البنية التحتية بتاعته هي إضافة لمنظومة الرياضة المصرية. ومن هنا ينعكس ده كله على في النهاية على ملف الرعاية وعلى استقرار النادي الأهلي واستمراريته. الاستمرارية أهم كتير من إن أنا أخد لقطة أو خدت بطولة النهاردة وقلت أنا أصلا أنا خدت بطولة. الفكرة مش في البطولة، الفكرة إن أنت تستمر في التنافس الشريف على الأقل
او ان انت تبقى في المركز الاول. الاهلي بيشتغل على المركز الاول طول عمره، وده نجاح لمجلس الاداره ونجاح للنادي الاهلي، وانا اعتقد انه ده يعني شيء واضح لكل الناس اللي تابعت الجمعيه العموميه امبارح وتابعت العمل المستمر في النادي الاهلي والانجازات اللي تحققت طول الفتره اللي فاتت. طيب ده كلام مهم جدا عن النادي الاهلي وعن قيمه النادي الاهلي وشعبيه النادي الاهلي وتاثير هذه الشعبيه وهذه البطولات في تكوين الصوره الذهنيه لدى الجميع عن النادي الاهلي بحيث يكون جاذب لهذه العلاقات في الشراكه والرعايه. ده النادي الاهلي. فماذا عن بنك ابو ظبي الاول مصر؟ يعد بنك ابو ظبي الاول مصر رابع اكبر البنوك الاجنبيه العامله في مصر، بتتوزع فروع البنك البالغ عددها 69 فرع في مختلف انحاء الجمهوريه. بيحرص بنك ابو ظبي الاول على تقديم افضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء وتحقيق قيمه اكبر للمساهمين والعملاء والموظفين، وبيقدم بنك ابو ظبي الاول مصر مجموعه واسعه من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفيه المصممة خصيصا لتناسب احتياجات عملائه من الشركات والمؤسسات والأفراد. بنك أبو ظبي الأول مصر بيعمل على تعزيز النجاحات في مختلف المجالات العملية والاجتماعية، وبتنعكس جهود البنك في مساندة كافة القطاعات من خلال شعار النجاح بيبني نجاح. لبنك أبو ظبي الأول مصر بتعد مصر في هي البيت الثاني لهذا البنك، وبيعتزم البنك التوسع بقوة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة. كابتن محمود الخطيب أسطورة من أساطير الكرة المصرية والرياضة في مصر، الرمز الكبير للنادي الأهلي ورئيس مجلس إدارة النادي، في مقدمة الحضور اليوم. على الجانب الآخر في هذه الشراكة المهمة جدا الأستاذ محمد عباس فايد من الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول، هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر محمد عباس فايد، بيتمتع بأكثر من 30 عام من الخبرة في القطاع المصرفي، من بينها 19 سنة في القطاع المصرفي للشركات، قاد عددا كبيرا من أكبر البنوك المحلية ومتعددة الجنسيات في مصر زي بنك مصر وبنك مصر الدولي قبل دمجه مع البنك الأهلي سوسيتيه جنرال وبنك عودة. بيمتلك محمد عباس فايد خلفية أكاديمية في التجارة والمحاسبة والإدارة المالية، حصل على دبلومة في الائتمان المصرفي وحظي بخبرة واسعة في تمويل المشروعات والقروض المصرفية. شغل محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر منصب نائب رئيس بنك مصر من 2010 إلى 2014، وكان له دور بارز في خطة إعادة الهيكلة في بنك مصر وبنك مصر الدولي مع البنك الهولندي ABN، وفي إطار برنامج الإصلاح للقطاع المالي العام تحت إشراف البنك المركزي نجح في إتمام العديد من الصفقات الهامة خلال مسيرته المهنية باستثمارات تتخطى 300 مليار جنيه. لعب محمد عباس فايد دورا رئيسيا في تعزيز أداء بنك مصر مما انعكس على تحسين قوائم الأرباح والخسارة والعائد على حقوق المساهمين، كما نجح في قيادة البنك إلى المركز الرابع في قائمة بلومبيرج الأول لأول مرة كمرتب عام رئيسي، كما كان له دور حيوي في اللجنة العليا المسؤولة عن دمج بنك مصر الدولي مع البنك الأهلي سوسيتي جنرال. في عام 2015 عين محمد عباس فايد كرئيس تنفيذي لبنك عود مصر، حيث نجح في تعظيم أداء البنك خلال 4 سنوات، مما أسهم في مضاعفة الأصول ونمو محفظة القروض بمعدل 150% والودائع بنسبة 107% والحد الأدنى للربحية بنسبة 175%، بالإضافة إلى تحسين نسبة القروض إلى الودائع لتحقق أفضل معدل استفادة في القطاع المصرفي بنسبة 60%. ده محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر، واضح جدا أنه خبرة مصرفية كبيرة. ده كده هينافس على الدوري يا أستاذ إبراهيم، كده هينافس على الدوري دوري البنوك. أول ما قال لي لاعب محمد عباس افتكرني بالكابتن محمد عباس، لاعب قلت ده داخل على الدوري يبقى هداف والمركز الرابع ما شاء الله. لا سي في قوي جدا، مصرفي جدا يعني ما شاء الله. بس حسيت أنه هو داخل ينافس على البطولة السنة دي، هو نافس على أنه يكسب عقد رعايه مع النادي الاهلي. داخل يعني ده طبعا حاجه جميله جدا وحاجه عظيمه جدا، بس عايزين نفكر ناس استاذ ابراهيم بالعقد الماضي. طبعا الناس عندها اتقال كلام كتير، بس اخر عقد كان للنادي الاهلي العقد الرعايه اللي منتهي قبل ما يبدا العقد ده كان كله التوتال عليه بال 14 راعي 510 مليون كله. احنا دلوقتي عندنا اتصالات فقط لا غير تتعدى هذا الرقم بلس 13% قد تصل الى 25% اتصالات فقط.
لسه بنتكلم على ابو ظبي ما دخلناهوش في 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 الحزمه و12 راعي تاني موجودين وما اتكلمناش عن البث اللي رقمه المعلن 660 مليون جنيه. اي نادي اهلي داخل في ارقام غير مسبوقه وصعب ان حد يوصل لها يعني. فده للتذكير والعلم، ده الفرق. النادي الاهلي بيشتغل وبيزود مداخيله وبيزود قيمته في ظروف ماديه واقتصاديه صعبه جدا كل الانديه بتمر بيها. اعتقد ده يعني هيمنح النادي الاهلي مساحه ان يتحرك بشكل افضل، يوسع نشاطه بشكل اكبر، يعني ينمي فروعه بشكل اكبر. لا سمح عندك دلوقتي خلينا داخلين على الفرع الرابع قريبا ان شاء الله، سينضم الى الابن الرابع الى عائله النادي الاهلي فرع التجمع الخامس. اعتقد دي كلها اضافات لقيمه النادي الاهلي ولاصول النادي الاهلي والبنية النادي الاهلي ولل القامات الكبيره جدا للنادي الاهلي اللي يقدر يعتمد عليها في كل تسويق نفسه وتسويق شعاره وتسويق قيمته. حاجه حقيقه ده نتيجه استقرار، نتيجه مجلس اداره بيشتغل، نتيجه مجلس اداره كل هدفه ان يعمل المصلحه العامه دون ان يظهر احد ان هو بيشتغل لمصلحه خاصه او بيشتغل ليعمل تاريخ لنفسه. تشعر ان كل اللي موجودين، مش تشعر بس تاكيد ان كل الموجودين بيشتغلوا من اجل قيمه النادي الاهلي واعلاء النادي الاهلي وسر النادي الاهلي، كلهم بيختفوا خلف شعار النادي الاهلي وخلف قيمته. يعني قيمه انكار الذات في التعامل مع نادي بحجم شعبيه النادي الاهلي يا عمر انت شايفها ازاي؟ يعني انا افتكر انه ما شفتش في مره حد في النادي الاهلي بيطلع يقول انا عملت حاجه. دايما اي مسؤول بيطلع سواء من مجلس الاداره او حتى من العاملين والمنتسبين للنادي الاهلي بيكون كلامه انه النادي الاهلي بيعمل كذا، النادي الاهلي وصل لكذا، لكن ما فيش حد هتلاقيه في النادي الاهلي بيطلع يقول انا عملت او انا سويت. يعني ما شفناهاش قبل كده وما تعودناش عليها في النادي الاهلي. ده انا لما ببص له انا بشوف انه ده نوع من انواع انعكاس الاداء المؤسسي على النادي الاهلي، وانه غالب على فكره الفرديه او الشخصيه ان دي مش موجوده اصلا، مش بس المؤسسيه غالب، لا هو ده شغل مؤسسي. مفيش حد هيطلع يقول اصلا انا عملت، انه يعني زي ما الاستاذ محمد القصي يتكلم في ارقام والسنه اللي في الدوره اللي فاتت او في العقد اللي فات ودلوقتي العقد الجديد، الحاجات دي ما بتجيش من فراغ ومفيش فرد واحد يقدر يعملها. بل بالعكس هو في عمل مؤسسي، ومش من مجلس الاداره فقط، مجلس الاداره بيكمل كمان معاه مجموعه من اكفأ العناصر اللي بتشتغل في الجهاز الاداري للنادي الاهلي داخل النادي وقطاع كره القدم. وفي النهايه الناتج بيكون اللي احنا بنشوفه النهارده واللي شفناه الاسبوع اللي فات واللي بنشوفه في الافرع الجديده او المقرات الجديده اللي بيفتتحها النادي الاهلي، لان ده نتاج عمل مؤسسي وعمل جماعي. ده برضو من الحاجات اللي تخليك تثق في إدارة النادي الأهلي الحالية، إن هي ماشية على الطريق الصحيح اللي الأهلي متعود عليه. يعني أنا ما افتكرش أنه يحصل أنه في وقت من الأوقات يتقال أصل الأهلي منتظر مثلا الشخص الفلاني أنه يدي يعني يكمل العقد مثلا اللي بيحصل ده. لا، هو لو في تعاقد فهو تعاقد مع النادي الأهلي ومع مجلس إدارة النادي الأهلي، مرتبط بالنادي الأهلي مش مرتبط بالأشخاص. لكن قيمة الأشخاص اللي موجودين كمان جوه مجلس إدارة النادي الأهلي بتنعكس على كل تعاملاته مع كل المؤسسات، زي ما حضرتك استعرضت كده أنه الكابتن محمود الخطيب موجود النهاردة، وموجود الأستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي. فبالتالي إحنا بنتكلم على المستوى حتى الشخصي، ممثلي النادي الأهلي في أي حدث أو في أي مفاوضات أو في أي نوع من أنواع التعاون ما بين النادي الأهلي أو مؤسسة أخرى، هم على مستوى اسم وقيمة النادي الأهلي. والنادي الأهلي دايما يعني ولاد النادي الأهلي في كل على كل المستويات، من أول رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، أعضاء مجلس الإدارة، كوادر الإدارية اللي موجودة، حتى في فرقة الكرة تنعكس على فرقة الكرة. فريق الكرة في النادي الأهلي ما بيلعبش فيه غير اللعيب اللي بيبقى فعلا عارف قيمة النادي الأهلي، شكل النادي الأهلي بالمصطلح الدارج كده، هو لعيب شكل النادي الأهلي، بتاع النادي الأهلي، هو ده اللي بيكمل مع النادي الأهلي وبيعمل تاريخ. فهنا ده كله فيما يخص ملف الرعاة أو الملف الاقتصادي للنادي الأهلي، لا بينعكس على صورة النادي الأهلي بشكل إيجابي عند كل المؤسسات. لما تقول أنا بتعامل مع مؤسسة مش بتعامل مع أفراد، يبقى هو ده اللي بيخليك يشجعك انك تتعامل مع النادي الاهلي وانت مطمئن ان انت هتحقق اهدافك، وفي نفس الوقت هتلاقي في احترام متبادل ما بين الكيان بتاعك والكيان اللي بتتعاقد معاه اللي هو النادي الاهلي. اللي قاله عمر ده يا استاذ ابراهيم شهاده تقدير للجمعيه العموميه للنادي الاهلي.
لان الجمعيه العموميه هي اللي افرزت مجلس الاداره ده، هي اللي اختارت الاشخاص، هي اللي جابت الاشخاص، هي اللي اختارت مجلس كابتن محمود الخطيب ومجلسه عشان يعملوا لهم هم في المستقبل ده. اذا جمعيه عموميه على مستوى وقيمه النادي الاهلي ومجلس اداره يليق بالجمعيه العموميه. تمام. ده فدي شهاده تقدير الجمعيه، واللي اكدته حضرتك قبل قليل ان الجمعيه العموميه هي دي، والتاكيد دي الاحترام الاهلي للجمعيه العموميه. لما جه يعمل اللائحه كان الجمعيه العموميه هي الاساس ان تحترم والجماهير تحترم، واعمل لائحه انا اعوذ بالله من كلمه انا يعني كاعلامي متابع بعيد عن ان انا كعضو في النادي الاهلي مرتاح للائحه النادي الاهلي، لم اشعر لحظه ان هي يعني معموله موجهه بشكل معين، ان هي فيها بنود خاصه باشخاص معينين، ده مش موجود. اللائحه معموله، دستور النادي الاهلي معمول للنادي الاهلي، بحيث ان اي حد هيجي هيشتغل على الدستور ده يربط العلاقه دي، هيربط العلاقه دي بتربط النادي الاهلي الى ان يشاء الله مستقبلا اذا حصل تطوير في الموضوع. فالجمعيه العموميه الحقيقه شهاده تقدير ليها، تحيه اعزاز وتقدير لجمعيه عموميه النادي الاهلي، كما هي تحيه اعزاز لجمهور النادي الاهلي طبعا العاطفي في كل مكان. الحقيقه دي كل النجاحات يا جماعه، يعني دي الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. انا لما بقول جمعيه عموميه للنادي الاهلي دول الاعضاء اللي انتخبوا هذا المجلس. الجمعية العمومية للنادي الأهلي عندها باستمرار نوع من الوعي التاريخي. ما في مرة الناس جمهور الأهلي، وأنا دايما بقول إن جمهور الأهلي هو الجمعية العامة للنادي الأهلي، الناس المرتبطة بكرنها العضوية دول الجمعية العمومية، لكن الجمعية العامة للنادي الأهلي اللي هي بالملايين في كل مكان هي اللي بتصيغ المناخ، وهي اللي بتخلق الحالة، وهي اللي بتوجه الجمعية العمومية للنادي الأهلي على مصلحة النادي وعلى اختيارات الجمعية العمومية وانحيازاتها، عشان باستمرار تنتخب مجالس إدارة قادرة على أن هي تفي بالتزاماتها، تحقق طموحاتها، وتسعد جماهيرها أعضاء الجمعية العامة في كل مكان. نشايف الكابتن محمود الخطيب وصل قاعة المجلس المؤتمر، وبدأ الزملاء الصحفيين بياخدوا أماكنهم. الصحفيين اللي جايين حاضرين عايزين يسألوا عن إيه في تقديرك؟ في تقديري هم اهتمامهم باستقرار رعاية النادي الأهلي لمدة 4 سنوات قادمة. إن هو الأسبوع اللي فات كان فيه الراعي الرئيسي والشركة التكنولوجي شركة اتصالات مصر، النهاردة في بنك أبو ظبي مصر. فأنا أعتقد أنه دلوقتي كل الإعلام والصحافة بيفكر في الأهلي هيبقى عنده كام راعي على التيشيرت السنة اللي جاية، القيمة المالية هتكون قد إيه، ماذا سيقدم النادي الأهلي بعد هذه العقود وهذه الاتفاقات في المرحلة المقبلة. تأثير ده وانعكاسه على النادي الأهلي من الناحية الفنية بعد كده ده هيبقى ازاي، لانه اعتقد انه عالم الرعاة وعالم الرعاية في تاريخ كرة القدم في اوروبا وهنا اذا ما انعكسش على النادي او الفريق فنيا يبقى في حاجة غلط. فبالتالي انت لما بتعمل عقود رعاية انت بتزود المداخيل بتاعتك علشان انت بتصرف على فريق الكرة اللي لازم يكسب. الأهلي متعود على البطولات، البطولات دي كمان هي لها مردود اقتصادي على النادي الأهلي. كل ده مرتبط ببعضه. فأنا أعتقد أنه دايما الصحافة النهاردة هتكون مركزة على الأفاق الجديدة اللي هتفتحها شراكة النادي الأهلي مع بنك أبو ظبي، استمرار عملية تسكين الرعاة في تيشيرت النادي الأهلي للمرحلة اللي جاية، وأنه انعكاس ده على فريق الكورة وعلى مستوى النادي الأهلي الفترة اللي جاية هيكون عامل إزاي. واعتقد انه احنا هنشوف مرحله مختلفه كتير الفتره اللي جايه. ده مؤكد. الكابتن الخطيب في كلمته الاسبوع اللي فات مع اتصالات مصر قال جمله مهمه جدا، قال ان وهو بيشكر الشركه المتحده المسوق الرئيسي للنادي الاهلي او المسوق الحصري كمان، قال ان الدوله بترعى الكيانات الجاده، الدوله بتدعم الجهات او الانديه او الكيانات اللي جاده في أدائها لخدمة الوطن وتلبية متطلباته، وإنه في اتساق تام ما بين النادي الأهلي وما بين الدولة في كل الجهات علشان تحقق المصلحة العليا. أوصي شايف هذه العلاقة إزاي؟ لا طبعا هي علاقة، يعني الأهلي دايما بيرفع شعار مصر أولا، وأنا بعد مصر، وأنا جزء من الكيان المصري الكبير جدا. والدولة المصرية طبيعي جدا أن تدعم كل الكيانات الناجحة، كل الكيانات المتميزة، كل الكيانات المستقرة. ويعني وتزيد من هذه الكيانات لو تقدر تزيد، يعني أو تعتبرها نموذجا أو قدوة لكيانات أخرى الناس تقتدي بها. يعني
فبما ان النادي الاهلي بيحقق ده ورغم كل الصعوبات اللي واجهها ورغم الظروف الصعبه اللي واجهها، لكن ما زال الاهلي يقف صامدا قويا في مواجهه الازمات والعواصف اللي موجوده سواء اقتصاديه او اي ازمات ممكن بيواجهها النادي الاهلي، بيعديها بهدوء، بيعديها بسلاسه، وبيعديها بحكمه في ظل القياده اللي موجوده للنادي الاهلي وظل استقراره وظل سياسته وظل دستوره. عشان كده هم دايما الدوله بتدعم ده وبتاكد على ده وبتصر على ده وبتحافظ على ده طول الوقت حفاظا عليها. حتى الشركه المتحده المسوق الحصري شايفه ده في النادي الاهلي وشايفه عامله معاه شراكه قويه جدا وشراكه مهمه جدا، لان كل الاطراف هتستفيد من الموضوع. فبالتالي انا ليه ما ادعمش ده وليه ما اقويش ده وليه ما امشيش في هذا الطريق القوي، وحتى ادعو الانديه الاخرى ان هي تحذو حذو النادي الاهلي. يعني انا نفسي يكون في ناس ثانيه بنفس الشكل، يعني يعتبر الاهلي كنموذج الانديه المصريه تستفيد بيه. يعني طول الوقت الناس بتشيد بالنادي الاهلي واستقرار النادي الاهلي، طب ليه ما الانديه ما تاخدش ترجع تهاجم النادي الاهلي مثلا؟ يعني بعد ما تشيد وبعد ما تتكلم ترجع تهاجم. يعني انت بدل ما تهاجم النادي الاهلي طب ما تستفيد من القيمه دي، يستفيد ده عندك النموذج. نموذج موجود عندك اشتغل على ارض الواقع، اشتغل زيه، طبق زيه. لكن الكلام شيء يا استاذ ابراهيم والواقع شيء اخر. القدره انك تتخلى عن الحاجات الذاتيه والشخصيه اللي جواك وانك بتشتغل لذاتك وشخصك فقط وبتعمل تاريخ لشخصك ومجدك، وبينك تعمل تاريخ لكيان وبتعمل تاريخ لمجد. يعني دايما كابتن محمود الخطيب بيتكلم دايما بيعظم من قيمه النادي الاهلي، ما بيتكلم عمره ما قال كمحمود الخطيب انا عملت كذا ولا الخطيب عمل كذا ولا بيقول النادي الاهلي. تحس ان كلمه النادي الاهلي طالعه من جواه عايشها بكل احاسيسه، لان هي دي الحقيقه، عايشها باحاسيسه وعايشها بقيمته، وان انا هنا بشتغل عشان النادي الاهلي وبشتغل عشان جمهور النادي الاهلي. ودايما بياكد لك على جمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي هو اللي يمكن في كلمه للمايسترو عليه رحمه الله، الاهلي ملك من صنعوه، ومن صنع هذا الكيان هو جمهور النادي الاهلي. اللي صنعه الاهلي من غير جمهوره ما فيش، هو الجمهور هو اللي صنع. فهي علاقه كبيره جدا وعلاقه متشابكه جدا بين النادي الاهلي وبين الجمهور وبين الدوله. الجمهور النادي الاهلي ده ما هو هو شعب مصر يعني. فبالتالي انا بحافظ على كل الحاجات دي وبحافظ على الهويه دي وبدعم كل ده. اتمنى الناس تستفيد من التجربه يعني. ده كلام مهم جدا يا جماعه، بيظهر قيمه الجمهور وجمهور الاهلي اللي شايفنا والمتابع دايما للنادي الاهلي حريص على انه يفضل النادي الاهلي في اعلى قيمه، في أعلى قيمة رياضية، في أعلى قيمة أخلاقية، في أعلى قيمة مجتمعية، في أعلى قيمة مادية واقتصادية. لأنه النادي لما بيحقق عقود رعاية بهذه القيمة هو في الأصل بيعود بشكل مباشر على مشاعر هذه الجماهير. اقتصاد قوي يعني فرقة قوية، اقتصاد قوي يعني أجهزة فنية كويسة، اقتصاد قوي يعني حوافز رياضية تقدر تحقق لك البطولات وبالتالي تسعد هذه الجماهير. فأنا بقول لكم إن الجمعية العامة للنادي الأهلي اللي موجودة في كل بيت في مصر وبره مصر، اللي فيها مشجعين للنادي الأهلي ومحبين لهذا النادي العظيم، هم دول اللي بيخلقوا الحالة وهم دول اللي بيعظموا القيمة. النادي الأهلي لو ملوش هذه القيمة وملوش هذه الشعبية وملوش هذا الانتشار وهذا التأثير في السوق مش هيتدفق عليه الرعاة بهذا الشكل. النادي الأهلي مسوق نفسه، شركة المتحدة المسوق الحصري للنادي الأهلي وهي تعمل مع النادي في هذا الملف، أعتقد في الفترة اللي فاتت ظهر للجميع مدى رغبة وإلحاح الرعاة على الارتباط بالنادي الأهلي. في كل مجال هتلاقي راعي مهم جدا للنادي الأهلي. النادي الأهلي النهاردة بيعلن عن التعاقد مع بنك أبوظبي الأول مصر، والأسبوع اللي فات كان اتصالات مصر، وهتتوالى عقود الرعاية. لكن كل ده بيعود بشكل مباشر زي ما بيعود على العضو النادي، لانه عندك اقتصاد قوي، عندك ميزانيه قويه، يعني عندك مرافق كويسه، يعني عندك تطوير لمنشاتك بشكل كويس، يعني عندك توسع في المقرات بتاعتك بشكل كويس، عندك وفاء بالتزامات واحتياجات الاعضاء. لكن على الصعيد الرياضي عندك اقتصاد قوي، عندك بطولات قويه، وعندك لعيبه كويسه، وعندك اجهزه فنيه عمر قادره تسعد هذه الجماهير. ده بالتأكيد. يعني برضو لما اتكلمنا في بداية الحوار انه الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة وهي التغطية الخاصة لتوقيع تاني عقد رعاية للأهلي، كل ده مرتبط بتفاصيل العمل داخل النادي في كل الفرق الرياضية ومنها فريق كرة القدم مثلا. فريق كرة القدم هو واجهة النادي الأهلي زي ما النادي الأهلي هو واجهة مصر الرياضية ببطولاته الخارجية اللي قدر يحققها خصوصا في آخر 20 سنة.
فالشغل جوه قطاع الكوره مش شغل سهل. ممكن الناس تبقى متخيله ان كره القدم لعبه سهله وانت بتتفرج عليها، لكن ما وراء الماتش اللي بتتفرج عليه ده منظومه عمل بتشتغل تقريبا 24 ساعه علشان توفر الاستقرار، توفر الاستمراريه، افضل العناصر لاداره المنظومه. وبالتالي انا شايف ان النادي الاهلي نجح في حاجه ممكن بس الناس احنا بنحب ننسى بسرعه قوي، انه فتره الكورونا اثرت على كل الانديه في العالم اقتصاديا وفنيا، وحركت مدربين ولغت دوريات في دول معينه، وهنا كان في خسائر ماليه كتير للانديه. الانديه مش هتقدر تحسب الدراسات والتقارير اللي قريتها طول الفتره اللي فاتت انه الانديه الاوروبيه مش هتتعافى من خسائرها من فتره الكورونا الا بحلول 2024 عشان يبقى في استابيليتي او يعني استقرار مالي داخل الانديه الاوروبيه بعد خسائر فتره الكورونا. الناس تبص على النادي الاهلي في فتره الكورونا كان بيحل او بيتخطى المرحله الصعبه دي ازاي، عدى المطب ده ازاي بدون ما يقلل مرتبات العاملين فيه في النادي عموما كله مش بس في الكوره، بحاله التفاهم اللي موجوده والثقه اللي موجوده ما بين كل العناصر اللي موجوده في النادي الاهلي ومنها فريق الكوره ولاعيبته مع الاداره اللي موجوده، ومن هنا تخطى مرحله الكورونا بل وقدر انه يحقق بطولات، قدر انه ياخد البطوله الافريقيه التاسعه، قدر انه ياخد السوبر الافريقي، قدر انه يكرر ده تاني في السنه اللي بعدها وياخد البطوله الافريقيه العاشره والسوبر الافريقي، 2 برونزيه كاس عالم انديه، ده في وقت معظم الانديه على مستوى العالم فيه بتعاني. الارقام هنا بتقول ان اداره النادي الاهلي كمان عندها نوع من حسن اداره الازمات لانها قدرت تتخطى كل المطب ده وتطلع كمان كسبان، تطلع عندك فائض في الميزانيه، تطلع مقدم اكبر ميزانيه في تاريخ النادي وفي تاريخ الانديه المصريه. فاعتقد انه هي منظومه النجاح ومنظومه العمل دي هي اللي بتفرق كتير في موضوع الرعاية. وصول الكابتن محمود الخطيب للمؤتمر وانا شايف عدد من نجوم النادي الاهلي والمهندس سيف الوزيري الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة المسوق الحصري للنادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي، أعضاء مجلس إدارة النادي في كل طبعا هياخدوا أماكنهم. لكن عمر يقوصي بيشير لنقطة مهمة جدا، هذه الإدارة المالية الحكيمة للنادي الأهلي ومجلس إدارته حتى أثناء مشكلة كورونا، اذكر ان انت قريب من ملف جائزه محمد بن راشد المكتوم في الابداع الرياضي. النادي الاهلي في الفتره اللي عمر اشار فيها الى انه انديه العالم كلها تكبدت خسائر كبيره وكثيره بسبب كورونا، النادي الاهلي اخذ جوائز وخد جائزه محمد بن راشد في الاداء الرياضي المنضبط كنموذج في ظل هذه الجائحه. كانت الجائزة في قدرة الأهلي على عمل ملف حاجة خاصة كده اسمها التمويل الذاتي، وإزاي في قلب الأزمة المالية أنا اللي موجودة إن أنا أقدر أعمل تمويل من داخل المؤسسة بتاعتي وأقدر أطلع أفكار وأقدر أطلع أحداث تصنع لي مداخيل مالية تقدر تساعدني على الاستمرار. الحقيقة الجائزة دي كانت جائزة مهمة جدا للنادي الأهلي اللي هي جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم للإبداع الرياضي اللي في دبي. يمكن النادي الأهلي من الأندية القليلة جدا اللي فازت بالجائزة دي يعني كمؤسسة كبيرة وعريقة، والأهلي بيفوز بها للمرة الثانية الحقيقة، وده كان إنجاز ضخم جدا للنادي الأهلي في ظل مجلس الإدارة الموجود. كان مرة فاز بها عن الإنجاز الكبير في 2012 لما فاز بدوري أبطال أفريقيا في ظل الأزمة اللي حصلت طبعا لجمهوره الكبير والشهداء اللي فقدناهم في موقعة اللي حصلت في بورسعيد. وبعد كده الجائزة الخاصة بالنواحي الاقتصادية ده تأكيد على أن النادي الأهلي دايما عنده أفكار وعنده حلول. يعني الأهلي دايما عنده أفكار وعنده حلول وعنده مؤتمر صحفي مهم جدا، هنطلع على قاعة المؤتمر الصحفي للإعلان عن تعاقد النادي الأهلي مع بنك أبو ظبي الأول مصر في عقد رعاية جديد البنك الراعي للنادي الأهلي. نبدأ وقائع هذه الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.
يا مصر أعلاك الذي كرمك في الذكر المبين ودعا العباد ليدخلوا من كل باب آمنين يا رب صنها ورعها وأدم علاها يا مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، سيد الأستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، سادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي المحترمون، مجلس إدارة أبو ظبي الأول مصر، السادة ممثلي ومسؤولي شركة استادات الوطنية والشركة المتحدة للخدمات الرياضية والتسويق الرياضي، الحفل الكريم، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم آخر مشهود من أيام النادي الأهلي وتعاونه مع مؤسسة مصرفية كبرى، يتجدد اللقاء مليئا بالسعادة والآمال الكبار في مناسبة توقيع عقد الرعاية بين النادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا، وبنك أبو ظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، في دلالة أخرى تعكس مكانة النادي الأهلي وقيمته التسويقية الكبيرة المستمدة من مسيرة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فتأتي ثقة المؤسسات الكبرى في مختلف المجالات وحرصها على الشراكة مع النادي الأهلي بشعبيته الطاغية القادرة دوماً على تغيير المفاهيم ودعم الشركاء. وغني عن البيان أن مثل هذا النوع من الشراكات لا يتأتى من قبيل المصادفة، إنما هو نتاج عمل جاد ومخلص من قبل إدارة النادي الأهلي التي تستشرف آفاق المستقبل وتسعى بدأب للحفاظ على اسم النادي المتصدر ببطولاته المراكز العالمية الأولى والمتصدر بقيمه ومبادئه وأخلاقه المكانة الرفيعة في القلوب. فتكلل الجهود بتعاون مع بنك يشار إليه بالبنان برغبة مشتركة بين كيانين عملاقين في إثمار هذا التعاون وتعظيمه ليتحقق الهدف المنشود المتمثل في الخير والنفع والتطور لكليهما. وعن النادي الأهلي وفلسفة عمل مجلس إدارة النادي الأهلي وعن النجاحات الإدارية والاقتصادية وكذا الإنشائية للنادي حدث ولا حرج. أما عن الشراكة والرعاية فليس هناك أقدر ولا أقدر من أن يحدثنا عن المسيرة الناجحة سوى رئيس مجلس إدارة النادي الكابتن محمود الخطيب الذي أدعوه ليتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية وقبل ما أدخل في مع حضراتكم في أي تفاصيل تخص مؤتمرنا، عايز بس أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على نعم كثيرة جدا أنعم بها علينا، ومنها نعمة الاستقرار والتعاون من كل منظومة العمل أو من كل منظومة النادي الأهلي، سواء كانت إدارة أو أعضاء أو جماهير أو عاملين أو فرق رياضية. لأنه لو ما عندكش منظومة بالحجم ده متعاونة محبة لبعض محبة للنادي وللكيان بتكمل بعضها كويس، أعتقد وجمهور كمان بيساند النادي وكيان النادي في المرة قبل الحلوة، وأعضاء بتثق فيك، مش ممكن تحقق كل النجاحات اللي اتحققت الحمد لله رب العالمين من إنجازات رياضية من إنجازات إنشائية أو مالية أو اجتماعية. وفضل الله سبحانه وتعالى التكامل والتلاحم اللي موجود بيننا أو بين كل الأجيال، والالتزام بقيم، ودي نقطة مهمة جدا، الالتزام بقيم وثوابت النادي هم اللي بيساعدوا أي مجلس إدارة
يتولى المسؤولية في أنه يجتهد وبيبذل أقصى ما عنده علشان تستمر عجلة الإنجازات والبطولات، وبإذن الله هتفضل مستمرة بإذن الله سبحانه وتعالى. دلوقتي أحب أن أنا أرحب بالأستاذ محمد عباس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، وبرحب بالحضور والإخوة الإعلاميين، ولهم جزيل الشكر على مجهوداتهم معنا الفترة اللي فاتت. والشكر واجب لكل إعلامي أمين مخلص لعمله، حريص على رفعة بلده، داعم للمؤسسات الناجحة فيها. من أسبوع تقريبا كنا بنحتفل معاكم بالشراكة مع شركة اتصالات مصر، والنهاردة الخطوة الثانية في مشوار الرعاية. الحمد لله خطوة ناجحة بإذن الله تعالى إن شاء الله. التعاقد مع بنك أبو ظبي الأول مصر الراعي والبنك الرسمي للنادي لمدة 4 سنوات جاية إن شاء الله، خطوة مهمة، خطوة بتعكس ريادة النادي في صناعة الرياضة مش بس في مصر، في أفريقيا كلها. وزي ما قلت قبل كده وبقول تاني، النادي الأهلي كيان كبير جدا جدا. الأهلي جاذب لكل الرعاة الباحثين عن الريادة والتفوق، ودايما الأهلي رقم واحد بإذن الله. دايما الأهلي رقم واحد في القيمة، ودايما الأهلي بيجي دايما في المقدمة. ولما الأهلي بيعمل أو يعني بيشترك في رعاية أو بيعمل رعاية أو شراكة، بتكون أو بيكون هدفه الأول الكيانات الكبيرة والمؤسسات الضخمة الكبيرة الناجحة. وبنك أبو ظبي الأول مصر اللي بنتعاقد معاه النهاردة واحد من أكبر البنوك في مصر، وإحنا سعداء بالشراكة، فعلا سعداء بالشراكة معاه، لأنه يملك رؤى وفكر، رؤى وفكر متطور وقدرات مالية. إحنا متفائلين، وكمان مع قدرات المالية بيملك كفاءات بشرية على أعلى مستوى، تقدر تقدم حلول تمويلية، ودي نقطة مهمة جدا في كلامنا معهم، في ان احنا يعني بنشترك معهم في بعض الرؤى، حلول تمويلية لخدمة اعضاء الاهلي وجماهيره. احنا متفائلين جدا بروح التعاون اللي لقيناه والرغبة في عمل شراكة مثمرة بإذن الله. وكمان يقدر بنك ابو ظبي من خلال جماهيرية الاهلي إن يصل لأكبر قاعدة من العملاء. في المقابل بإذن الله يقدر النادي الأهلي يحقق أهدافه التسويقية والمالية. الحمد لله اعتمدنا أكبر ميزانية في تاريخ النادي، 3,087,000,000 جنيه. الحمد لله برضو يعني حققنا فائض ميزانية 150,000,000 جنيه. لكن مش معنى كده، وده أمر مهم برضو لازم نبقى كلنا ندركه، يعني مش معنى كده إن إحنا عندنا أرقام إيرادات كبيرة جماعة، لا. النادي الأهلي مصاروف كبيرة جدا جدا جدا. النادي الأهلي عنده 4 فروع، النادي الأهلي عنده فرق رياضية كرة قدم وفرق قطاع الناشئين وفرق النشاط الرياضي كله. النادي الأهلي لازم يصرف على خدمات الأعضاء. من هنا إحنا محتاجين موارد مالية أكتر لمواجهة الانفاقات المطلوبة مننا، سواء على فروع النادي الأربعة أو على الفرق الرياضية والأنشطة المختلفة. مرة تانية أنا بشكر بنك أبو ظبي، وبشكر كل القائمين عليه، وكمان بكرر شكري للشركة المتحدة للتسويق الرياضي، المسوق الحصري لرعاة النادي، على مجهودها معانا الفترة اللي فاتت، ومش بس الفترة اللي فاتت، إن شاء الله المستقبل كمان بإذن الله، وإن شاء الله تكون شراكة ناجحة بين الكيانات الكبيرة اللي أنا اتكلمت عنها. في النهاية أو عايز أقول في النهاية يعني بكرر شكري أولا لله سبحانه وتعالى، وبشكر الدولة وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمها لكل المؤسسات الناجحة. كمان بشكر منظومة العمل في النادي. النادي الأهلي مجلس إدارة ما بيشتركش أبدا في أي عمل تنفيذي، مجلس إدارة بيقوم بوضع سياسات. فأنا بشكر مجلس إدارة كل الزملاء، لأن كل واحد فيهم قام بدور يعني الحقيقة مساهم كبير جدا
في ان يصل النادي للمرحله اللي احنا واقفين عليها النهارده. بشكر الاداره التنفيذيه من خلالها بقى الاداره الماليه، اداره التكنولوجيا والمعلومات، اداره الاعلام، الموارد البشريه، اداره المشتريات، العلاقات العامه وخلاف في حاجات كتير بقى تانية موجوده يعني. وعايز اقول لهم حاجه مهمه، مش معنى الانجازات اللي احنا تمت احنا سعداء بيها جدا، ولكن ده بتحملنا مسؤوليه اكبر لكل اللي انا اتكلمت فيهم، مجلس اداره وجميع الادارات بتحملنا مسؤوليه كبيره جدا، مسؤوليه اكبر في الحاجات اللي جايه، في اللي جاي بتحملنا مسؤوليه علشان الاهلي مطلوب منه دايما انه يكون في المقدمه، وده يحتاج مننا ان احنا نشتغل اكتر واكتر علشان نحقق طموح الجماهيرنا اللي انا بشكرهم جدا، جماهيرنا واعضاء النادي العاملين لثقتهم ودعمهم الدايم. مش عايز اطول على حضراتكم، بس في النهايه بشكر كل الناس الحضور جميعا، بشكر حضراتكم جميعا، وكمان نتمنى باذن الله ان احنا يكون هناك شراكات اخرى تضيف للنادي الاهلي باذن الله. بشكركم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا جزيلا للكابتن محمود خطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه الكلمة الضافية التي عرض فيها لمنظومة شديدة الرقي والانضباط تميز إدارة النادي الأهلي، وأهمية أيضا الشراكة مع بنك أبوظبي الأول مصر. هذا البنك الحقيقة عندما نتحدث عنه فجدير يعني جدير بالذكر أن نذكر حضراتكم أنه زي ما ذكرنا رابع أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، 69 فرع في مختلف ربوع البلاد، يحرص على تقديم أفضل المنتجات والخدمات لمختلف فئات العملاء وتحقيق قيمة أكبر للمساهمين والعملاء والموظفين، ويقدم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات عملائه. تنعكس جهود البنك في مساندة كافة القطاعات من خلال شعاره المميز النجاح بيبني نجاح. مصر هي البيت الثاني لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وتعتزم التوسع بقوة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة. ويعني أكبر دلالة في خصوصية وتميز العلاقة بين مصر والإمارات التي يعني تضرب بجذورها وتتميز هذه العلاقة بنموذج يحتذى بين الدول العربية، هو عمل بنك أبوظبي الأول في مختلف ربوع مصر في فلسفة وانعكاس لهذا التعاون وهذه الخصوصية في العلاقة بين الشقيقتين مصر والإمارات. أما عن الرجل الذي يقود البنك داخل مصر فهو شخصية متفردة يتمتع بأكثر من 30 عاما من الخبرة المصرفية، وقاد عددا من أكبر البنوك المحلية ومتعددة الجنسيات، والأهم أنه أهلاوي بامتياز وحتى النخاع. السيد الأستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر والعضو المنتدب، فليتفضل. الرحمن الرحيم. الواحد مش عارف يقول ايه بعد الكابتن الخطيب صراحه، يعني اسمحوا لي في البدايه ان انا يعني ارحب بحضراتكم كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، السيد المهندس سيف الوزيري رئيس برزنتيشن، استاذ محمد يحيى رئيس العضو المنتدب للشركه المتحده للتسويق، الساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي المحترمين، السادة زملائي في بنك أبو ظبي الأول في مصر واللجنة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة، السادة الصحفيين الإعلاميين، كل الحضور والحفل الكريم، أهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اليوم التاريخي، اليوم اللي يعني تغمرنا به سعادة كبيرة جدا 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 لوجودنا وفي عقد رعاية وتوقيع عقد رعاية مع النادي الأهلي المصري. النادي الأهلي يعني نادي غني عن التعريف، مش حاضر أقول أي كلام فيه إن إحنا نعرف النادي الأهلي وتاريخه وإنجازاته وصولاته
واكثر من 100 سنه النهارده على ارض مصر. اسمحوا لي في البدايه ان انا ادي نبذه بس عن بنك ابو ظبي الاول مصر او فاب مصر. هو اتولد ازاي؟ فاب مصر ده ناتج من اندماج بنكين، بنك ابو ظبي الاول في الامارات اللي دخل مصر سنه 75 وكان اول بنك اجنبي يدخل ارض مصر بعد يعني الدولة الإمارات العربية المتحدة لما أنشئت كانت أول مكان دخلوا فيه كان مصر. ثم تطور أداء البنك تحت مسمى بنك أبو ظبي الوطني واستمر هذا الكلام لحد سنة 20 لما قرر البنك إن هو يتوسع بقوة في السوق المصري استنادا على حاجتين: قوة ومتانة السوق وجاذبيته وشعبيته والإمكانيات اللي موجودة في مصر. أنا مش هتحدث هنا عن العلاقات المصرية الإماراتية زي ما كل الناس عارفها، دي علاقات تاريخية وعلاقات متأصلة وعلاقات بتثبت كل يوم يعني مدى جديتها ومدى تواصلها جميعا، فدي سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، فكلنا نعلم مدى حب الإمارات لمصر ومدى حب مصر للإمارات. في سنة 20 قررت مجموعة بنك أبو ظبي الأول في الإمارات أن تتوسع بشدة في السوق المصري، وكان في الوقت اللي فيه أزمات، هقول أزمات وبائية، كان من الكوفيد 19 كان موجود والكورونا، ولكن كان القرار هو لابد أن أتوسع في السوق المصري بشدة ولابد أن يكون لنا مكان قوي جدا. تم هذا التوسع توسع غير نمطي، كان توسع سريع، أولا ثقة في السوق وثقة فيما هو قادم وما هو آتي. تم الاستحواذ على بنك عودة في مصر كان سنة 2020، ثم شرعنا في اندماج بنك أبو ظبي في الإمارات مع كفرع بنك أجنبي مع بنك عودة في مصر، وتمخض هذا وانتهينا من إجراءات الاندماج سواء القانونية أو التنظيمية أو النظامية في شهر أكتوبر الماضي بانتهاء دمج كافة الأنظمة، وتخلق الكيان الجديد اللي هو بنك أبو ظبي الأول في مصر، فهو ناتج اندماج بنكين. احتلينا من بعد هذا الاندماج المركز الرابع الآن من حيث حجم الأصول. النهاردة إحنا بنحتفل بالميزانية لشهر 9 الماضي، وحجم أصول البنك النهاردة 188 مليار جنيه، وحطنا في المكانة اللي احنا نبقى رابع أكبر بنك خاص في مصر. القصة مش مكانة ترتيب، هي القصة مكانة احنا عايزين نروح فين للفترة اللي جاية. وكان الاندماج كانت البداية لخلق كيان كبير، والكيان الكبير بيتطلب منه إجراءات كبيرة جدا ان هو يستمر دايما في التطور وفي النماء. احنا من هنا في بنك ابو ظبي بنعمل دائما على تعزيز النجاحات مع المؤسسات والهيئات الكبيره التي تدعمنا وتثقلنا اكثر واكثر. شعارنا اللي اخترناه من يوم الاندماج كان النجاح بيبني نجاح، ونحن مؤمنين ان النجاح لن ياتي الا بالتميز. فبدانا من اول يوم ان احنا نبحث عن الشراكات المتميزه سواء من عملائنا ومدى تميزهم ومدى اخلاصهم ومدى حبهم، وفي نفس الوقت احنا لدينا استراتيجية ومنظومة نريد ان نحققها على المدى القصير والمدى الطويل، وهو انتشار الخدمات المصرفية في مصر، تعزيز الشمول المالي، تقديم خدمات مصرفية وبنكية كبيرة جدا، وايضا دور استثماري ودور تنموي يعدد ويعزم اقتصاد مصر ويعزز امكانياتها سواء في المنطقة العربية او الاقليمية. بنك ابو ظبي الاول في الامارات هو اكبر بنك في دولة الامارات واكبر بنك في المنطقة، ولديه من الأصول تتخطى 300 مليار دولار، واختاروا مصر أنها تكون البيت الثاني زي ما قال الزميل شريف. البيت الثاني معناها مش مجرد تواجد، لا، مجرد تواجد ومجرد دعم ومجرد أن احنا دايما نثري المجتمع الذي نعيش فيه ونحقق فيه التنمية المنشودة. نعلم جميعا أن الرياضة من الأسواق الواعدة عالميا، وهي تؤثر بشدة في الاقتصاديات، اقتصاديات الدول بصفة عامة، وحجم الاستثمار الرياضي بيتعظم ويزداد. يمكن أنا متابع للنادي الأهلي منذ صغري وعارف النادي الأهلي بيشتغل إزاي، وبيشتغل بفكر متطور دايما وأبدا، وإزاي بيزود استثماراته وإزاي بيعضدها، مش مجرد كيان اجتماعي رياضي، لا، كيان يستمر ويسعى للنجاح. ومن هنا نعلم جميعا أن لدينا أندية كثيرة في مصر، ولكن النادي الأهلي العريق نادي متميز، عريق بجمهوره، عريق ب يعني إمكانياته، عريق ببطولاته، عريق بمنظومته التي بتتوارثها الأجيال ويتوارثها مجالس الإدارات اللي شفناها على مدار السنين الطويلة، كل يسلم الآخر الراية حتى يستمر في النجاح والتقدم. كان النادي الأهلي بالنسبة لنا هو الاختيار الأمثل والأوضح للبنك. تاريخ كبير، حافل زي ما قلت بالبطولات، نادي القرن، له مكانة مميزة جدا في قلوب الناس، يمكن في كل جماهيره العريضة وفي كل أعضائه.
على مدار تاريخه كان مصدر للسعادة والفرحة مش للأهلوية بس، لمصر كلها. وكنا دايما بنقول طول ما النادي الأهلي قوي طول ما مصر ومنتخباتها وناشئينها وكل أنشطتها الرياضية بتفضل قوية على طول. احنا شعرنا زي ما قلت النجاح بيبني نجاح، وكنا دايما نتطلع إلى مثل هذه الشراكات لنساهم في المزيد من النجاحات. نحن رأينا أن احنا لابد أن ندعم النادي الأهلي في جميع المحافل الرياضية والقارية والعالمية، ندعم نجومه، ندعم إنشاءاته، ندعم قوته وقدرته على خلق كيان كبير بتوفير أعلى جودة من الخدمات سواء لجماهيره أو لأعضائه أو للمصريين جميعا. استراتيجيتنا في البنك تعمل دايما واستمرار على دعم محافظات الاقتصاد وخلق قيمة مضافة من خلال الاستثمار الآمن والمستمر. نحن لدينا أفكار كثيرة لعملاء وأعضاء النادي الأهلي وجماهيره، لدينا أفكار كثيرة، لدينا هدف واحد هو زي ما قلت أتينا لكي ننمي، لكي نزيد من حجم التنمية في مصر. وعشان التنمية تزيد لابد أن نزيد قاعدة المشاركين. الجهاز المصرفي أو البنوك بصفة عامة ليست مكان للإيداع والسحب، ولكن هي مكان لنشر الأفكار، لتعظيم العائد، لتخليق قيمة مضافة وتنمية حقيقية. والتنمية الحقيقية لن تأتي من وجهة نظرنا ونحن على قناعة بها، لن تأتي من فردة، تأتي من شراكات قوية ليست الأندية فقط، ولكن احنا نسعى دايما إلى شراكات قوية مع المبدعين. التميز والنجاح يأتي دايما من التميز، ونحن داعمين لكل ما هو متميز. من أسبوع كنا داعمين لمعرض القاهرة للتصميم. معرض القاهرة للتصميم فيه كثير من المواهب الشابة في مصر، هي اللي بتخلق الاقتصاد الإبداعي، والاقتصاد الإبداعي ده اللي بيخلي الدول تحتل مكانة مرموقة في العالم. العالم لا ينظر إلا للمتميز، فنحن دائما نختار المتميز حتى نضع أفكار سويا. نعلم تماما أن النادي الأهلي لديه أفكار وطموحات كبيرة، وإحنا كمان لدينا أفكار وطموحات كبيرة، هو بقاعدته وجماهيريته وشعبيته، وإحنا بالأفكار والتواصل والقدرات التي نستطيع من خلالها أن نخلق هذه الشراكة اللي إن شاء الله هتبقى على الأرض شراكة ناجحة تمتد لأربع سنوات وليست سنة واحدة. ومن معنى ذلك أن هي هيكون لها تخطيط وهيكون لها مايلستونز وهيكون لها محطات هنقف فيها لمراجعتها وإزاي نعظم العائد منها الفترة اللي جاية. القيمة المضافة اللي احنا عايزين نضيفها زي ما قلت بتتماشى مع استراتيجيتنا، بتتماشى مع سياسة الدولة ورؤيتها لعشرين ثلاثين. القيادة السياسية في الدولة تريد أن تكون مصر في مكانة متميزة، وعشان تكون مصر في مكانة متميزة لازم يعني نستدعي كل المبدعين فيها، في المجال الرياضي، في المجال الاقتصادي، في المجال السياحي، في المجال العلاجي، في المجال التعليمي. لدينا يعني طموح ان احنا نتشارك مع كل الناجحين حتى نحقق نجاح اكبر. لن نستطيع مؤسسة واحدة ان هي تنجح لوحدها، ولن تستطيع اي مؤسسة واحدة انها تحقق اهدافها الا لما يكون الاهداف كلها مجتمعة مع بعض. والبداية ان شاء الله تكون بالنادي الاهلي، النادي الكبير ليس مجرد رياضيا ولكنه نادي استثماري. كابتن محمود اتكلم عن الميزانية اللي اتطورت واصبحت الى تنمت الى ارقام، ولكننا نعلم جميعا ان احنا ان شاء الله ننميها اكتر، نكتسب استثمارات اكتر، واثقين بالافكار اللي موجوده في مجلس الاداره، وواثقين بالافكار اللي موجوده ان شاء الله عندنا لمزيد من التنميه والتطور باذن الله الفتره القادمه، وتكون بدايه حقيقيه ليست مجرد تسويق ورعايه ودعم مالي، ولكن نحن نؤمن بالدعم الفكري ودعم الافكار وتنميتها اكثر ما يكون بالدعم المالي. تمنياتي بالتوفيق لبنك ابو ظبي الاول في مصر وفريق العمل معي، تمنياتي بكل توفيق ورقي وتقدم للنادي الاهلي العريق اللي هيفضل متقدم وهيفضل دائما في الرياده. ودي مش حاجه جديده على النادي الاهلي ولا مجالس ادارته المتعاقبه، ونتمنى ان شاء الله التوفيق وان تكون بدايه ناجحه لشراكه تتعاظم سنويا وتتعاظم نتائجها، ونحتفل ان شاء الله كل سنه بما حققناه من نتائج ورقي وتقدم اللي هينعكس على ارقامنا وهينعكس على مجتمعنا اللي احنا موجودين فيه. بنك كبير مع نادي كبير، مؤسسه كبيره، اعتقد ان احنا ان شاء الله هنحقق نجاحات. النجاحات دي سيشهد لها ليس بس السوق المحلي في مصر، ولكن ان شاء الله عربيا وعالميا. تمنياتي لحضراتكم بيوم سعيد، وتمنياتي بالنجاح لمجلس اداره النادي الاهلي وجماهيره واعضائه وكل محبيه، واشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيد
الاستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي الاول مصر والعضو المنتدب على هذه الكلمه التي اضاء فيها يعني بملامح اظهرت سياسه واستراتيجيه البنك في التعاطي والتعامل مع الكيانات الكبرى على غرار النادي الاهلي وايضا الدور المجتمعي للبنك في الوطن. شكرا جزيلا استاذ محمد. الان سنتحول مباشره الى مراسم توقيع عقد الرعايه وادعو السيد الاستاذ الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي ممثلا عن النادي الاهلي للصعود الى المنصه وأيضا السيدة الأستاذة الفضلة مريم السمني رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك أبو ظبي الأول مصر لتوقيع العقود. أما الذين دائما نعتز بشهادتهم وبمشاركتهم وهذا الحدث فالكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتفضل أيضا إلى المنصة. السيد الأستاذ محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر شركاء النجاح. السيد المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة السادات الوطنية رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن فليتفضل. السيد الأستاذ الفاضل محمد يحيى رئيس الشركة المتحدة للتسويق الرياضي المسوق الحصري للنادي الأهلي. هذه المناسبة وتقديرا عن تعاون مثمر قادم لأربع سنوات إن شاء الله الكابتن محمود الخطيب يتفضل بتقديم درع النادي وعلم النادي وقميص النادي أيضا إلى السيد الأستاذ محمد عباس فايد رئيس الرئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر والعضو المنتدب. قميص النادي أيضا. بنك أبو ظبي الأول مصر ممثلا في السيد الأستاذ محمد عباس فايد يقدم للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي درع البنك تقديرا أيضا لهذا التعاون. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا. سنتحول إلى فقرتنا الأخيرة في هذه الاحتفالية. سأطلب من السادة الضيوف أن يتفضلوا إلى المنصة مرة أخرى باستثناء السيد الأستاذ محمد عباس فايد الذي يشارك معنا في الرد على بعض أسئلة الصحفيين والدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي ويمكنهم الجلوس أيضا على المنصة لاستقبال أسئلة في هذه المناسبة. تفضل. يعني من حسن الطالع هذا الحضور الرائع لكبار الصحفيين أساتذتنا زملائنا الأعزاء اللي بشكرهم على الحضور. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة كابتن سعد حفيظ مدير الكورة اللي برحب بهم جميعا والسيد مدير الفني مارسيل كولر ويعني ممثلين للاعبين نجوم الفريق أهلا بكم. نشاط الرياضي الكابتن خالد العوضي ورجاله الحقيقة من مختلف الفرق الرياضية للنادي الأهلي. الحقيقة أنه ورد إلينا مجموعة من الأسئلة الزملاء في إدارة الإعلام قاموا بتلخيصهم وتجميعهم في أربع أسئلة سؤالين للدكتور سعد وسؤالين أيضا للسيد الأستاذ محمد عباس فايد.
فيما يتعلق بهذه الشراكة. نبدأ بالدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي. السؤال: لماذا اختار النادي الأهلي بنك أبوظبي الأول مصر على وجه التحديد؟ وهل يستطيع بنك أبوظبي الأول تحقيق الأهداف التسويقية والمالية للنادي الأهلي؟ تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي في البداية طبعا أن أنا أتقدم بالتهنئة للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارتنا الموقر في الحقيقة على نجاح فعاليات الجمعية العمومية بالأمس، وده كان حدث سعيد لكل عائلة النادي الأهلي داخل جدران النادي الأهلي في المقر الرئيسي. وفي الحقيقة هي دي البداية زي ما قال كابتن محمود، وأتشارك أيضا مع رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول مصر في الحقيقة أستاذ محمد، كانوا بيتكلموا على حاجة مهمة جدا هي الثقة، وهناك تماثل في القيم بيننا في البنك وأيضا قيم في النادي الأهلي، فعنوان الثقة هو العنوان الرئيسي في التعاملات البنكية وأيضا الرياضة. عندما تختار مجلس إدارة ليقود مؤسسة عريقة بحجم النادي الأهلي فأنت تبحث دائما عن الثقة في إدارة تستطيع أن تحقق طموحات النادي الأهلي، وعندما بحثنا أيضا وجدنا الثقة في بنك أبوظبي الأول اللي هو قادر يحقق طموحات العملاء، وإحنا بيننا قيم أيضا مشتركة. عندما تبحث في الرياضة في النادي الأهلي فأنت تبحث عن الفوز، وعندما تبحث في بنك أبوظبي الوطني لعملائه الكرام فأنت تبحث عن الربح، والربح والفوز هما تحت عنوان واحد وهو المكسب، والشركاء دائما ما يتجهون إلى المكسب، ونحن متأكدين أن هذه الشراكة الاستراتيجية لمدة 4 سنوات سوف يكون عنوانها المكسب المتبادل إن شاء الله. وده مهمة جديدة على فكرة في عالم الرعاية، وده اللي يمكن بيخلي النادي الأهلي دايما هي العلامة التجارية رقم واحد، ولحسن الطالع أن بنك أبوظبي أيضا يحمل رقم واحد، فهذا توأمة أيضا ما بين علامتين تجاريتين إن شاء الله يكون الفوز والمكسب هو طريق هذه الشراكة الاستراتيجية خلال 4 سنوات. لذلك قرر النادي الأهلي أن يختار بنك أبوظبي الوطني ليكون البنك الرسمي للنادي الأهلي. شكراً جزيلاً دكتور سعد على هذه الإجابة. السؤال للسيد الأستاذ محمد عباس فايد: ما هي نوع الخدمات التي يمكن أن يقدمها البنك لأعضاء وجماهير النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة؟ مش عايز أقول المنتجات البنكية أو الخدمات البنكية اللي بيقدمها البنك. الخدمات البنكية معلومة للجميع، ولكن أن تكون خدمات متميزة، خدمات ليها تليق أو تتفاعل مع احتياجات كل عميل، وده يمكن اللي احنا بنعمله يمكن في البنك أو مصرين عليه، ليست هي منتجات نمطية ولكن تكون جديدة حسب احتياجات وحسب رغبات كل عميل، ودي نقطة مهمة جدا. المنتجات المصرفية معروفة للجميع، ولكن كيف تضع المنتج حسب الاحتياج وحسب رغبة كل عميل بالنسبة للبنك. فطبعا جماهير النادي الأهلي جماهير كبيرة وجماهير عريضة، أعضاؤه بالملايين وجماهيره بالملايين، فأحنا دايما مستهدفين إزاي ننتشر، وده الجديد أو يعني أولى، مش عايز أقول أي اللي يعني الحاجة الأولى اللي يعني خلتنا نتشارك مع النادي الأهلي، ولكنها ليس مجرد أن أنت مجرد ما وصلت للعميل، فإحنا لدينا الكثير من المنتجات التي نقدمها، ليست منتجات نمطية زي ما بقول، ولكن منتجات تنبع من الاحتياج. وهنا المنتجات ليست منتجات شخصية، أعتقد أن هي منتجات حتى على مستوى قطاعات الأعمال المختلفة، البيزنس نيدز أو الاحتياجات الخاصة بأشغال الأعضاء أو بأشغال الأفراد، دي طبعا بيبقى لها تنمية كبيرة جدا ويبقى لها قيمة مضافة. لدينا أيضا أفكار كتير إحنا بنقدمها تبقى للتقسيمة العمرية الموجودة بالنسبة للأعضاء، لأن كل عمر من الأشخاص بيبقى له احتياج معين، ومن هنا إحنا دايما بنبص على الفئة العمرية هتحتاج إيه بالضبط وإيه هي المتطلبات اللي موجودة. وأيضا قد تكون شراكات أخرى زي ما بيسموها، مش عايز أقول معنوية ولكن غير ملموسة، قد تكون خدمات كيفية توسيع نطاق أعماله، خدمات كيفية أنه يكبر، يعني خدمات قايمة على المشورة والنصح
اكتر ساعات انا بعتقد او يعني بؤمن بان هي بتبقى دايما المشوره والنصح في الشق الغير ملموس او الشق اللي يطور من الاداء اهم جدا من الدعم المالي او توفير المال. ازاي اعرفك تكسب فلوس احسن ما اديك فلوس؟ طيب سيبقى ايضا السؤال لحضرتك استاذ محمد، الزملاء بيسالوا يعني ربما حضرتك تطرقت الى بعض هذه النقاط في كلمة حضرتك الضافية، لكن البعض يريد تفسير يعني فيما يتعلق بكون هذه الرعاية الأولى من البنك التي تعد لنادي رياضي كبير في حجم النادي الأهلي، فكيف ينظر البنك لهذه الشراكة يعني مع كيان زي النادي الأهلي؟ زي ما قلت في الكلمة يعني احنا بننظر للشراكة ليس الدعم مالي فقط، وهي لو هتتوقف على دعم مالي الكثير يتمنون انهم يدعموا النادي الاهلي ماليا، ولكن احنا بنبص دايما وده اللي لقيناه في النادي الاهلي زي ما قال حتى كمان دكتور سعد في كلمته، عندنا قيم مشتركة كتير قوي، عندنا قيم في الثقة، عندنا قيم في العميل اولا دي من ضمن قيمنا، عندنا قيم في التعاون، احنا بنؤمن جدا بالتعاون، بنؤمن بالانتربرايزنج ان احنا دايما نبقى مميزين فيما يعني فيما نفعله، وده بشوفه دايما جوه النادي الاهلي سواء على المستوى الرياضي او على المستوى الاداري، عايزين يبقوا متميزين دايما وابدا، بيبحثوا عن التميز وليست النتيجه فقط لا غير، النتيجه بتميز يبقى لها طعم تاني. فالشراكه هي شراكه قد تبدو رعايه ماليه ولكنها هي البدايه وهي المدخل، واعتقد ان احنا بالافكار مع بعض هنوصل الرقم يعني الى 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 يعني عايز اقول افكار جديده تدعم استثمارات النادي الاهلي من غير ما يبقى فيها ضخ اموال من جهه على حساب اخرى، ازاي نفتح افاق ومجالات كتير النادي الاهلي يقدر يستفيد منها. على فكره النادي الاهلي اثبت على مدار التاريخ ان هو ناجح، وزي ما قلت في الكلمه النجاح بيبني نجاح، ودايما بيبقى عنده نهم للنجاح للخطوه الاخرى، لا يكتفي بما حقق، واحنا عندنا برضو نفس النهم وعندنا نفس الرغبه ان احنا ما بنقفش عند نجاح معين عن سنه، بالعكس بيحط علينا مسؤوليه كبيره ان احنا ازاي نستمر اكتر واكتر ونكبر اكتر واكتر. فان شاء الله تبقى شراكه ناجحه وشراكه عايز اقول بالافكار وبالرؤى اكتر بكثير من الدعم المالي. شكرا جزيلا للسيد الاستاذ محمد عباس فايد رئيس تنفيذي بنك ابو ظبي الاول مصر والعضو المنتدى. بسؤالنا الاخير للاستاذ الدكتور سعد شلبي، هل من الممكن ان يكون لبنك ابو ظبي الاول مصر دور في دعم الفرق الرياضيه للنادي، الفرق المختلفه التي تشارك في بطولات يعني اقليميه قاريه دوليه حتى، خاصه البنك راعي للنادي الاهلي بشكل عام دكتور سعد؟ خلينا نقول ان النادي الاهلي في الحقيقه عنده انجازات على طوال ال115 سنه من 1907 لحد النهارده، النادي الاهلي دايما عنده انجازات رياضيه ضخمه جدا. كل العالم النهارده الحمد لله النادي الاهلي بيقدم دايما النموذج داخل القاره الافريقيه، فبنشوف عشان تحقق النجاحات الرياضيه دي لازم يكون عندك نجاحات ماليه ضخمه جدا 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 جدا. عندنا عمليات ماليه وخدمات بنكيه بتتم داخل جدران النادي الاهلي، ويمكن هنا انا هستعير كلمه انا فخور بيها ايضا الاستاذ محمد عباس ذكرها، ان بنك ابو ظبي يتمتع باصول ضخمه، والنادي الأهلي أيضا هو أكبر أصول داخل القارة الأفريقية. يمكن كابتن محمود في كلمته الموقرة أشار أن احنا النهاردة عندنا أربع أندية مش أربع فروع صغيرة، ده عندنا أندية بحجم أندية، عندنا فرع الشيخ زايد 129 فدان، عندنا التجمع إن شاء الله 50 فدان، عندنا مدينة نصر 51 فدان، عندنا المقر التاريخي الجزيرة 19 فدان، فبتتكلم عن أكبر أصول داخل القارة الأفريقية. فأعتقد كمان عندنا أصول ضخمة من المواهب الرياضية هي الأعلى داخل القارة الأفريقية بشهادة العالم، فأعتقد أن احنا متطلبات التمويل عندنا هي واحدة ركيزة أساسية من نجاحات النادي الأهلي التاريخية، ودخولنا في شراكة مع بنك بحجم أصول بنك أبو ظبي أعتقد أن ده بيقدم حلول جديدة للسوق الرياضي يمكن احنا فخورين بها جدا. عندنا أعلى جدول رواتب، أعلى مرتبات في الشهر داخل جدران النادي الأهلي الحمد لله ضخم، ودي عمليات كلها بنكية. عندنا استثمارات تجارية يمكن احنا النهاردة بنذكرها، وكان بالأمس القريب كان معانا توقيع تعاقد مع شركة اتصالات، النهاردة بنوقع مع بنك أبو ظبي في عقد تجاري أيضا، فهو استثمار مشترك ما بين النادي الأهلي وما بين بنك أبو ظبي، احنا الاثنين بنشتغل عشان حاجة مهمة جدا، ويمكن النهاردة بنضع مفهوم جديد للرعاية بشريك استراتيجي مهم للنادي الأهلي وهي الشركة المتحدة للتسويق الرياضي والخدمات الإعلامية المسوق الحصري للنادي الأهلي. بنحط هذا المثلث بيضع خطوط جديدة للرعاية أنه زيادة العائد على الاستثمار وليس دعم مالي، احنا مش بنتكلم عن دعم
مالي، ودي مش فلسفة النادي الأهلي أنه يحصل على المال ولكن يحصل على نجاحات لشركائه الاستراتيجيين. فاحنا واثقين جدا 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 ان بنك ابو ظبي هيوصل لاهدافه الاستراتيجيه من خلال النادي الاهلي، ويكون اصوله اكبر، مكانته اكبر داخل القاره الافريقيه والسوق العربي اللي هو هدف استراتيجي. واحنا النادي الاهلي طبعا مستمرين زي ما كابتن محمود بيحسنا دايما ان احنا نبقى في المركز الاول داخل القاره، ولينا مكانه عالميه متميزه يقر بها ويحترمها الجميع. فانا بهني بنك ابو ظبي وبهني كابتن محمود ومجلس ادارتنا الموقر وجمع الحضور بهذه الشراكه اللي بتقدم نموذج فريد للسوق المصري وتجربه ايضا مبدعه لقطاع صناعه الرياضه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الاهلي على هذه الاجابه الضافيه. اخيرا سادعو الساده اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره بنك ابو ظبي، بصحبه طبعا الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد عباس فايد لالتقاط صوره تذكاريه، طبعا السيد المهندس سيف الوزيري والاستاذ محمد يحيى، فليتفضل شركاء النجاح. الكابتن محمود الخطيب عن فلسفة عمل مجالس الإدارات، هي تكون رؤية استراتيجية يبذل فيها أعضاء مجلس الإدارة الوقت والجهد والفكر المتطور من أجل وضع سياسات استراتيجية لأي مؤسسة، وعندما يكون في مصر مؤسسات وكيانات عملاقة بهذا المستوى فبالتأكيد هذا يضيف قيمة مضافة إلى الوطن كما ذكرنا في وقت سابق. فالسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي لهم كل التحية والتقدير على ما يبذلوه من جهد في ملفات مختلفة ووضع رؤى استراتيجية للنهوض بالنادي. بنك أبو ظبي الأول حدثنا الأستاذ محمد عباس فايد عن هذه الفلسفة وعن النجاحات والاندماجات التي حدثت فوضعت البنك الحقيقة في مصاف البنوك العالمية الكبرى. كل التحية والتقدير ليهم، إن شاء الله تكون هذه الشراكة بداية خير عميم يعم على الجميع. كمان بنشكر حضراتكم على حسن الاستماع، على الحضور، على تلبية الدعوة، وكل الأمنيات الطيبة للنادي الأهلي بالتوفيق في هذه الشراكة، وتبقى مصرنا الكبيرة العزيزة نظل نحتمي جميعا ونعمل تحتها لرفعة الوطن. حضراتكم مدعوون الآن يعني تناول الغذاء. انتهت فعاليات هذا المؤتمر لكن بدأت ساعة العمل إن صح التعبير. شكرا جزيلا، دمتم في صحة وسعادة ودامت مصر في عزة ومنعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت دايما دايما في الأمام، كل نعمة في رحابك عندنا، دي مشيئة وإرادة ربنا، ده اللي قاله فكري باشا أباظة، وده اللي استهل به كابتن الخطيب كلمته النهاردة. كابتن الخطيب في أول كلمة قال أنا حابب أشكر ربنا سبحانه وتعالى على منظومة العمل في النادي الأهلي، منظومة متكاملة، منظومة متسقة مع بعضها، منظومة متفانية، منظومة منضبطة، وده اللي بيخلق الاستقرار. الاستقرار مش منحة حد بيديها لحد ولا حد بيفرضها على حد، الاستقرار ممارسة، الاستقرار مسؤولية، الاستقرار انضباط، الاستقرار احترام. كل هذه المكونات بتخلق صورة نمطية وذهنية عن هذا النادي العظيم، بيخلي الأستاذ محمد عباس فايد رئيس التنفيذي لبنك أبو ظبي الأول مصر حريص وسعيد كل هذه السعادة بالتوقيع عقد رعاية النادي الأهلي، وهو بيأكد أنه العالم لا ينظر إلا للتميز، وبالتالي لما بحث بنك أبو ظبي عن التميز ما لقهوش إلا في النادي الأهلي. أوصي انطباعك على المؤتمر. أنت فعلا كده أنت في الأمام، أنت في المقدمة، أنت أول واحد الراعي هو اللي بيجري عليك. اللي لاحظته من خلال مؤتمر اتصالات يوم الاربعاء الماضي في مثل هذا اليوم والنهارده ان هم سعداء ومبتهجين وفخورين بالشراكه مع النادي الاهلي، وان هم مش مجرد جهات بتضخ اموال للنادي الاهلي بقدر ما هي جهات داخله تستثمر في ده، داخله تستفيد من ده،
وداخله كمان تدي الاهلي افكار استثماريه لتزويد مداخله الماليه تماما بالنادي الاهلي. ثلاث كلمات كابتن محمود الخطيب: الاستقرار، المنظومه، الالتزام. استقرار في النادي الاهلي، اكد عليه استقرار النادي الاهلي في مجلس ادارته، في ادارته، في تعامله، في مواقفه. المنظومه اللي بيشتغل بيها اداره النادي الاهلي كمجلس اداره، وان شوف حتى ما اتكلم عن كل منظومه النادي الاهلي الاداريه، لم نلحظ تحدث محمود الخطيب عن محمود الخطيب، بل تحدث عن اداره النادي الاهلي وعن مجلس النادي الاهلي ودور مجلس النادي الاهلي التنفيذية. والادارات التنفيذيه وده كلام مرن. وثانيا الالتزام بما لديك من عهود وتعاقدات واتفاقات مع اي جهات واي مؤسسات. ده ما اكد عليه الكابتن محمود الخطيب طوال الوقت، وكان هو العمود الفقري والرئيسي في كلمته طول الوقت، علشان كده النادي الاهلي هو ده اللي بيشتغل عليه وده اللي بيسعى عليه. نحن لا نسعى الا للمتميز الناجح المبدع، هذا ما اكد عليه السيد محمد عباس فايد، ودي من الحاجات الاساسيه اللي قالها على النادي الاهلي. انا بختار تاريخ، بختار بطولات، بختار جماهيريه، بختار نادي القرن، بختار انضباط، بختار التزام، بختار حد بيفكر بره الصندوق، بختار حد بيطور نفسه طول الوقت. ده يفسر لنا قيمه الشراكه اللي هي حصلت بين الاهلي وبين بنك ابو ظبي الاول واتصالات قبلهم. الحقيقه كلمات محترمه، كلمات جميله، كلمات كشفت الكثير من الاسرار عن ليه الرعايه بتروح بالشكل ده للنادي الاهلي، ليه الرعاه بيجروا للنادي الاهلي والنادي الاهلي بيختار وينقي، وليه الانديه مش لاقي رعاه. عمر، شايفك سجلت ملاحظات كثيره. يعني انا حبيت انه اخد من كلام الكابتن محمود الخطيب، يعني مع الكلام اللي استعرضه الاستاذ محمد القصي وحضرتك، كمان الكابتن محمود الخطيب اتكلم عن صناعه الرياضه في افريقيا. بالمناسبه النهارده من السنه اللي فاتت واللي قبلها وفي العشر سنين اللي فاتوا، النادي الاهلي هو صاحب الرعايه الاعلى في افريقيا بالكامل. ما بيقربش منه اي نادي تاني حتى من مصر، لا اللي قريب منه الى حد ما بس بعيد برضه هم ميلودي سان داونز في جنوب افريقيا، يعني من اقصى شمال القاره الى اقصى جنوب القاره. يعني فكره تركيز الكابتن محمود الخطيب على انه انا بتكلم عن صناعه الرياضه في افريقيا، وانه انا بتكلم عن شراكه مش بتكلم عن دعم مالي او مجرد رعايه او اعلان على تيشيرت. فكره الشراكه وشراكه بتفاصيلها. وهرجع برضه للكلام اللي قاله الأستاذ محمد عباس فايد لما قال أنه بالنسبة لي دي شراكة لمدة 4 سنوات، ففي تخطيط وفي محطات وهيبقى في تطوير للشراكة دي طول ما احنا مع بعض في ال4 سنين. فده معناه أنه الرعاية مش مجرد أن في رقم بيتدفع والحكاية كده انتهت، بالعكس ده نوع من أنواع الشراكة الاقتصادية، شريك استراتيجي زي ما بيتقال، يقدر يدعمك في مشوارك زي ما أنت بتحقق له النجاح اللي هو بيدور عليه. الكلام كان واضح قوي من رئيس التنفيذي لبنك ابو ظبي مصر انه لما قال بالنسبه لنا النادي الاهلي هو كان الاختيار الامثل والاوضح والاكثر استمراريه، نادي القرن بعراقته بتاريخه. تختصر الحكايه كلها لما الراعي بيدور على التارجت بتاعه او الهدف بتاعه، انا محتاج اوصل للجمهور، اوصل عن طريق مين؟ اخترت نادي القرن الاوضح، ودي نقطه مهمه جدا، الاكثر استمراريه، ودي من الاستقرار، وانه في شراكة لمدة 4 سنوات ما فيهاش أي نوع من أنواع المخاطر المستقبلية، أن أنا خايف حد يبقى مش موجود أو حد يغير لي الكلام اللي أنا اتفقت عليه. فبالتالي لا، الأهلي بقى الرقم وما زال وهيفضل أعتقد بهذه السياسة الاقتصادية والإدارة المالية للنادي الأهلي أنه هيظل رقم واحد في القارة الأفريقية من النواحي الاقتصادية، وأنه القريب منه بعيد قوي، أقل من يعني تقريبا الأهلي ضعف رعاية عدد 5 أو 6 أندية مثلا في دوريات كبيرة في أفريقيا. بالمناسبة يعني الرعاية اللي بيحصل عليها النادي الأهلي لفريق الكرة بس تحديدا مخليه رقم واحد في أفريقيا. لو تكلمنا على الأندية مثلا في دوريات شقيقة في شمال أفريقيا زي المغرب مثلا، هتلاقي أن الأهلي بياخد أكتر من اللي بياخده الوداد والرجاء مع بعض كرعاية فريق كرة. في تونس هتلاقي الأهلي بياخد أكتر من 3 أندية كبار في تونس مع بعض. فالارقام دي بالمناسبه حتى لفت انتباه الجماهير هناك، لان كنت بتكلم مع احد الزملاء حمزه شتاوي في المغرب امبارح، بيقول لي الجمهور عندنا غير راضي عن حجم رعايه الوداد والرجاء مثلا، انه المبالغ بتاعتهم قليله مقارنه بشعبيه النادي الاهلي برضو وعدد الجمهور والاستفتاءات. بس ممكن يكون حجم السوق مختلف. بالظبط، انه اختلاف حجم السوق
لكن في نفس الوقت انه النجاح الاقتصادي بتاع النادي الاهلي ان انا رقم واحد من سنين طويله ولحد النهارده، وانه انا في تطور مستمر، الارقام بتزيد، ما عنديش دروب حتى مع كل الازمات اللي حصلت على مدار السنين اللي فاتت في الكورونا والبطولات الافريقيه والتاجيلات والكلام ده كله، لكن انا محافظ على ان انا رقم واحد في قائمه الانديه الافريقيه من النواحي الماليه. اعتقد مع استمرار السياسه والاداره الماليه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه الارقام دي هتتضاعف ان شاء الله. وصي الاستاذ محمد عباس فايد قال ان احنا الشراكه مع الاهلي رعايه افكار اكتر منها رعايه اموال، انا مش جاي اضخ اموال، لا انا شايف في توافق في الرؤى وفي القيم، لانه حتى لما اتكلم على القيم المتوافقه قال لك في الثقه في العمل في التعاون في التميز في النهم في النجاح، وفكره النهم في النجاح فكره اهلاويه بالاصل، يعني انك انت ما بتشبعش بطولات، باستمرار عايز تفضل فوق المنصة، باستمرار مش عايز تبعد عن اللقب، في كل مباراة انت بتاخدها هدفك المكسب، وكل بطولة بتدخلها هدفك ان انت تتوج بيها. هذا النهم في النجاح والمشاركة في الافكار انت اريها ازاي؟ لا ده تأكيد على ان الاهلي مش مجرد فرقة كورة، ان الاهلي مش مجرد حتى نادي رياضي. الاهلي مؤسسة مؤسسة كبيرة جدا، مؤسسة لها جوانب اقتصادية، لها جوانب اجتماعية، لها جوانب سياسية، لها جوانب كتيرة جدا، لكن يظهر لك الجانب الاقتصادي دايما هو ان انت لو ما عندكش جانب اقتصادي وما عندكش اقتصاد قوي وقود الحركه كلها خلاص مش هتقدر تعمل اي حاجه. يعني فقيمه النادي الاهلي كلها مرتبطه ومتجمعه مع بعضيها، ويظل ارتكازه على العمود الفقري بتاعه الجانب الاقتصادي اللي هو بيقيمه حد خبير اقتصادي، حد خبير مال وخبير سوق وراجل مصرفي وراجل بيتحرك بهذا الشكل ده. يعني فده دليل على القيمه الكبيره للنادي الاهلي، على قدره النادي الاهلي، على انجازات النادي الاهلي، على تاريخ النادي الاهلي، على بطولاته، على اداراته، على استقراره. هو بيدور كمان على انا كجهه مصرفيه انا مستقر، والحقيقه بنك ابو ظبي من البنوك المستقره، واحد من افضل 4 بنوك اجنبيه موجوده في مصر، عنده استقرار المالي الكبير جدا، فبدور على مؤسسه تشبهني في هذا الشكل، فلقيت في النادي الاهلي ده، فرحت للنادي الاهلي ده علشان احقق هدفي وطموحاتي واستثمر مستقبلا، ليس مجرد ضخ للمال، ولكن انا استفيد، انا هعمل مداخيل ماليه قد تفوق المداخيل اللي دفعتها للنادي الاهلي من خلال النادي الاهلي، هيوصلني لاماكن انا ما اقدرش اوصل لها. يمكن ما حدث للبنك النهارده اعتقد يعني منظر اعلامي ومشهد اعلامي غير مسبوق بالنسبه لبنك ابو ظبي، مهما كان انفق من اموال ما كانش هيوصل للمشهد اللي هو كان موجود فيه النهارده، موجود مع النادي الاهلي، مع رئيس البنك، مع كابتن محمود الخطيب، شعار البنك بيقترن مع شعار النادي الاهلي، موجود في قناه الاهلي، موجود مع جماهير النادي الاهلي، كل دي استثمارات وكل دي هم بيجنوا ثمارها على المستقبل مش القريب، المستقبل البعيد. فهو مستفيد، ففي افكار كثيره جدا بينه الاثنين، وبيؤكد على ان شراكه النادي الاهلي قد تفوق ال4 سنين كمان بافكار واستثمارات كبيره جدا بين النادي الاهلي، ان هو بيقول ان الهدف مش الاساس ان انا اديك اموال بقدر ما اديك اعلمك ازاي تجني اموال. ده فكر مصرفي جميل جدا وعظيم جدا، ده اللي حاصل بين الاهلي وبين البنك، اعتقد علاقه تبادليه احتراميه يستفيد منها كلاهما مثل الاخر تماما. يعني عمر الدكتور سعد شلبي بيأكد على القيمة العامة للنادي الأهلي وقيمة التوافق، أنا ملاحظ أنه كل الشركاء في توافق في القيم. كابتن محمود الخطيب في كلمته اللي قال أنه رعاية النادي الأهلي تبدأ من القيمة، القيمة دي اللي هي من 1907 بيحاول يحافظ عليها أبناء النادي الأهلي في مناصبهم وفي مسؤولياتهم وتحملهم مسؤولية إدارة النادي أو إدارة الألعاب الرياضية المختلفة داخل النادي، علشان نوصل لليوم اللي احنا فيه ده. ان أيوة. قيمة النادي الاهلي بتؤدي الى جذب رعاة او جذب استثمارات كبيرة، ومع العلم ان القيمة دي بتتعظم الفترة اللي فاتت بانه الاهلي اسس شركات. أيوة. ومن هنا هيكون الاحتياج لفكرة التمويل والافكار التمويلية او الشراكة الاستراتيجية ما بين الاهلي وبين بنك ابو ظبي ضمن الرعاية لمدة 4 سنوات. طب ما انا عندي شركات بتشتغل على قطاعات مختلفة جوه منظومة النادي الاهلي، فده برضو باب من ابواب تعاون النادي الاهلي ضمن عقود رعايته مع الراعي بتاعه. هنا النهارده بنك ابو ظبي لما هيجي يشتغل مع شركات النادي الاهلي فاكيد هيكون في طرح الافكار كتير، واكيد هيكون في حلول ماليه، وهيكون في شكل مختلف واستراتيجيه مختلفه. القيمه نفسها اللي اتكلم عنها الدكتور سعد شلبي وقابله الكابتن محمود الخطيب وبعد كده الاستاذ محمد عباس فايد، انه في توافق ما بين الاهلي وما بين بنك ابو ظبي من ناحيه القيمه، من ناحيه الافكار، من ناحيه منظومه العمل، النهم للنجاح،
محاولة التطوير طول الوقت، إن يكون في نوع من أنواع برضو الاستقرار والاستمرارية موجودة. فأعتقد أنه هنا ظهرت قيمة النادي الأهلي وقيمة التاريخ الكبير اللي عمله، وأنه التاريخ ده ما بيتوقفش في محطات أو بيتغير أو ممكن يتنازل عن مبادئه أو حاجة. لأنه كمان الكابتن محمود الخطيب في كلمته وجه الشكر للدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه أنت كمؤسسة رياضية، الأهلي مؤسسة رياضية وطنية بتمشي على نفس الخط اللي ماشية فيه الدولة المصرية. الدولة المصرية ماشية دلوقتي في خط البناء والتعمير وبالسرعة، مش برتم بطيء ولا برتم هادي، بالعكس أنا عاوز إنجازات وفي وقت قياسي علشان أقدر أواكب التطور اللي أنا شايفه، وما بصش حواليا ألاقي نفسي متأخر عن أي حد. بالعكس أنا عندي طموح في الرياضة زي طموحي في الصناعة زي طموحي في كل المجالات المختلفة. فالنادي الأهلي هو واجهة مصر الرياضية في رأيي وفي تقديري، ومن هنا أنت على نفس الخط مع الدولة. الدولة المصرية بتحترم، زي ما الأستاذ محمد عباس فايد قال في كلمته، قال العالم لا ينظر إلا إلى المتميز. وهنا تبقى قيمة النادي الأهلي وشراكاته وتطلعاته المستقبليه، لان الكابتن محمود كمان اتكلم في حته انه حتى لو انا محقق فائض ميزانيه، بس يا جماعه انا مصاريفي كتير، مصاريف النادي الاهلي انا اربع انديه مش اربع فروع ولا اربع مقرات بس، ده اربع انديه كامله، كل مقر نادي في كم اسره انت مطالب ان انت تقدم لهم افضل خدمه طول الوقت، لان ده اللي يليق باسم النادي الاهلي. وبالتالي انت تكلفه تقديم الخدمه دي وتكلفه استمراريه النادي الاهلي وتحقيقه للنجاح اللي احنا بنتكلم فيه كله النهارده والشركات الاقتصاديه الكبيره اللي بيعملها، تكلفه اكيد مش قليله، لكن مجلس اداره النادي الاهلي على قدر المسؤوليه دي. طيب يعني نادي باربع افرع، عنده جهاز وظيفي في كل مقر، عنده ملاعب، عنده صيانه، عنده فرق رياضيه، عنده اسر، عنده التزامات كتيره جدا، واضح انه يبقى عندك جهاز تنفيذي عنده هذا القدر من الجهد في المتابعه والعمل يستحق من الكابتن خطيب الشكر زي ما يستحق مجلس الاداره كمان. بالطبع طبعا لازم يكون عندك جهاز تنفيذي على قدر وقيمه النادي الاهلي، جهاز تنفيذي بيدير اربع انديه، يعني طبعا على راسه الدكتور سعد شالب المدير التنفيذي للنادي الاهلي، هو المدير لكل الفروع وكل فرع ليه اختصاصاته وليه ادارته وليه سيادته. دي منظومه كامله متكامله، ما حد يعني انت في احيانا بتلاقي مكان واحد وغير قادر على ادارته، يا بالك باربع انديه منفصله بكل ليه احتياجاته بكل ليه انشطته بكل اجتماعاته. اعتقد ان دي بيخش في منظومه النادي الاهلي، لان الاهلي شغال ده لولا فكر المنظومه اللي موجوده عندك والمؤسسه العمل المؤسسه اللي انت بتشتغل عليه، كان مستحيل انك تدير مكان زي ده بالشكل ده. والا كنت عايز مجلس اداره لكل نادي منفصل واداره منفصله وتبقى كل حاجه مستقله بذاتها، اهلي واحد واهلي اثنين ويبقى الدنيا مختلفه تماما. اما انك انت بتدير العقل موجود في الجزيره وجسدك متوزع على مدينه نصر وزايد والتجمع وداخل على العالمين وفي الاقصر، لا دي حكايه كبيره وحدوته كبيره الحقيقه، يعني لا يقدر عليها النادي الاهلي. لذلك الكابتن محمد الخطيب قال لك الاهلي نموذج ريادي او رائد يستحق ان الناس تبص له وتستفيد منه وتتعلم منه، مش احنا بنتعالى على حد ولا حاجه، لا ده منظومه موجوده حاول تستفيد منها وحاول تتعلم منها علشان تقدر كل الانديه المصريه تحذو حذو النادي الاهلي. اللي عايز يسعى للتميز، اللي عايز يسعى للابداع، اللي عايز يكون عنده مؤسسه محترمه بتحترم الاعضاء بتحترم الجماهير بيحقق اهداف كبيره. اتساق الاهلي مع الاهداف العامه للدوله عمر، يعني حضور الاستاذ المهندس سيف الوزيري رئيس شركه برزنتيشن والاستاذ محمد يحيى العضو المنتدب للشركه المتحده كمسوق للنادي الاهلي، مع هذا التوافق العام في اهداف الدوله وحرص الكابتن محمود الخطيب على التاكيد على هذا المعنى، ان الدوله بترعى وتدعم الكيانات الجاده الكيانات اللي ناجحه، هذا المناخ من الاستقرار فرض حسن الاداره، شايف انت الفكره ازاي؟ الدوله نفسها في الوقت الحالي بتدعم حتى افكار الشباب مش بس الكيانات الكبيره. الدوله عايزه الشباب اللي بيفكر وينتج، وعايزه الكيانات الناجحه هي اللي تكون موجوده على الساحه، وفي نفس الوقت حتى الكيانات اللي مش ناجحه قوي الدوله تحاول تساعدها توفر لها الجو اللي تقدر تشتغل فيه. فكره الاستثمار الرياضي هو ملف من الملفات الكبيره جدا ومن اولويات الدوله المصريه، وبالتاكيد لان احنا شفنا ده حتى في تصريحات الوزير الدكتور اشرف صبحي. وجود شركات كبيره زي المتحده للخدمات الرياضيه ووجود المهندس سيف الوزير الاستاذ محمد يحيى المجموعه اللي تشتغل مع كيانات زي دي
ووجود النادي الأهلي مع هذا الكيان الكبير برضو والشراكة الناجحة اللي احنا شايفين نتيجتها في عقود الرعاية سواء الأسبوع اللي فات أو النهاردة، فده بيقول إن الدولة ماشية في خط دعم الاستقرار المؤسسات الرياضية. لكن لما تكون المؤسسات دي بتشتغل، لما تكون بتبذل مجهود منضبط، لما تكون منضبطة في أدائها، لما تكون بتقدر ماشية مع سياسة الدولة، احنا عندنا طموحات ان احنا ننظم بطولات كبيرة في السنوات المقبلة كدولة مصرية، فبالتالي انت محتاج كل اللي الاهلي بيعمله مثلا والانشاءات والبنية التحتية، ده اسهام في الرياضة المصرية. نادي الاهلي اعتقد انه بيأدي دوره الوطني حتى الان، والنهاردة اللي احنا شايفينه ان احنا عندنا فرع القاهرة الجديدة اللي هيتم افتتاحه، مشروع استاد الاهلي مازال برضو قيد الدراسة والمتابعة تمهيدا للتنفيذ، المشروعات الكبيرة دي الدولة محتاجها لأنها بنية تحتية بتضاف إلى الدولة المصرية. الأهلي هو كيان وطني وكيان يتسق مع الدولة المصرية في كل شيء، لأن الهدف واحد، الهدف في النهاية هو أن أنا أطلع بطل رياضي. لأنه حتى الأستاذ محمد عباس فايد رئيس تنفيذي البنك أبو ظبي مصر قال في كلمته، قال أنه طول عمرنا عارفين أنه إذا كان النادي الأهلي كويس فإن المنتخبات الوطنية كويسة، لأنه النادي الأهلي هو المصدر الرئيسي للاعبي المنتخبات الوطنية. وبالتالي اتساق الأهلي مع الدولة هو واضح. الأهم من ده كله كمان أنه ما ينفعش أن أنا ألاقي حد بيفكر تفكير قديم شوية. دلوقتي بقى في شراكات، شايفين الشركه المتحده بتشتغل على تسويق الخدمات الرياضيه، وشايفين النادي الاهلي وهو بيفتح افاق جديده بالشركات اللي عملها وبشراكاته حتى في الرعايه، انه انا مش مجرد ان انا عايز فلوس علشان احط اعلان على التيشيرت، لا انا عايز شراكه وتمويل. عايز شراكه وتمويل، والعالم لا يبحث ولا ينظر الا للتميز. ومن هنا كان بنك ابو ظبي الاول مصر لما رغب في التميز بحث عن الاهلي، ولما رغب في النجاح ونهم النجاح لم يجد نموذجا أكبر وأفضل قدرة على النجاح وعلى الاستمرار في التميز والتفوق إلا النادي الأهلي. فكانت هذه الشراكة المهمة جدا، شراكة في القيمة، شراكة في الهدف، شراكة في المصلحة العليا. عشان كده كان هذا التوقيع المهم لعقد رعاية بنك أبو ظبي الأول مصر مع النادي الأهلي كبنك رئيسي وكأحد رعاة النادي. كنا سعداء مع حضراتكم النهاردة. أستاذ محمد القوصي شكرا جزيلا ليك وشرفت. شكرا يا أستاذ إبراهيم، أنا اتشرفت بحضرتك. شكرا يا أستاذ عمر البنوبي، شرف لي يا أستاذ إبراهيم. شكرا جزيلا، وألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ولأعضاء النادي الأهلي. وكما بدأ المؤتمر بالسلام الوطني للغالية جمهورية مصر العربية، نختم بهذا السلام. شكرا جزيلا لحضراتكم، وألف مبروك للأهلي والبنك أبو ظبي الأول مصر.